مساء الخير، ورغم كل شيء كل استقلال وانتم بخير. احسن هديه فينا نقدم لكم اياها بهالعيد هي انه نوحد معظم شاشات واذاعات لبنان على تجربه اعلاميه مميزه، الهدف منها ان نوصل صوت شباب لبنان لكل لبنان. لبنان تاون هول الليله بالحلقه الاولى والعنوان المعاش معاش. 10 صبايا وشباب من مختلف المناطق اللبنانية رح يكونوا الليلة وجها لوجه مع مسؤولين وخبراء ومختصين من أجيال وخلفيات متنوعة لرسم خريطة الطريق للمستقبل. المصاعب كبيرة والأسئلة أكبر، وطلب الشباب الوحيد واحد حتى قبل خريطة الطريق هو يفهموا نحن وين ولوين رايحين. بيعتمد برنامج لبنان تاون هول على فن وعلم المناظرة، الفكرة لمبادرة مناظرة العربية المختصة بتنظيم المناظرات، والمضمون هو من صناعة الشباب من دون أي تدخل من إدارة البرنامج أو من المؤسسات العالمية المشاركة معنا بهالمغامرة. ضيوف الليلة عدو كتلة الوسط المستقل النيابية مقرر لجنة المال والموازنة، الوزير السابق للاقتصاد والتجارة النائب نقول نحاس، أهلا وسهلا فيك. النائب السابق لحاكم مصرف لبنان الدكتور غسان عياش، أهلا وسهلا فيك دكتور عياش. الباحث الاقتصادي والسياسي ومؤسس رابطة المودعين نزار غانم، أهلا وسهلا فيك نزار. مستشارة مجلس إدارة الرابطة اللبنانية لسيدات الأعمال أسمهان الزين، ست أسمهان أهلا وسهلا فيك. الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي ربيع بركات، أهلا وسهلا فيك. والمشرفة على خط الحياة بجمعية إمبريس للتوعية حول الصحة النفسية ريف رومانوس، أهلا وسهلا فيكم وشكرا لحضوركم. كمان برحب بالصبايا والشباب المشتركين معنا، أعمارهم بين 20 و35، خضعوا كلهم لدورة تدريبية بفن المناظرة، والليلة كل واحد منهم رح يكون عنده الفرصة ليعبر عن نظرته بالوضع الاقتصادي خلال 99 ثانية. 99 ثانية قبل ما يشاركوا معنا بالحوار، 99 ثانية. هيدي صيغة البرنامج، هيدا نحن وهيدا جونا، وكيف ما قلبتوا التلفزيون عندكم الليلة رح تحضرونا. المحور الأول وصف الحالة. البداية لوصف الحالة هو أنه نزور أحد المنازل اللبنانية لنتابع يوميات عائلة عم تتحدى الواقع بزمن المعاش معاش. أنا عندي 4 أولاد وعندي شاب مريض معاق. أنا كنت أشتغل بالبيوت لجيب له دوياته وأكلاته. جوزي توفى وصرت أنا ناطرته بالبيت وغلي كل شيء. عم بتدين هلأ لكن الله فرج علينا. مش المفروض الدولة تقوم فيه؟ يعني 37 مليون كانت عمليته والوزارة ما قامت فيها. يعني أو بدك يموت ابنك عيدك أو ما في شيء. أنا عايشة مع ابني هذا المعاق وابني الثاني وابن ابني. ابن ابني صغير عايش معنا. أنا عم ربيه بعده بالبيت لأنه ما دفعنا قسطه ولأمنا له كل شيء للمدرسة. كل الأكل أنا ما قادرة أجيبه لابني المريض، كله غال، كل شيء. ما بقى فيك تجيبي، إذا بدك تجيبي له كيلو موز ب 15,000. يلا تبن حبه يا ماما. بدي أخبرك، امبارح ابني قال لي بده شيء حلو. قلت له في قمح بسلق لك شوي. حطيتهم على الغاز، ضلوا شي 3 ساعات وما استوى، وطفيت الغاز. يعني تصوروا انه القمحات ما ستويتهم، تقومي شوفيهم بالبراد لانه رح تخلص قنينة الغاز ومش رح وما في 300,000 لجيب غيره. قاعدة على عتمة والله العظيم الساعة 5 بنفوت النام بس عتمة الدنيا. ما في ادفع للمطار، بده مليون بالشهر.
انا باخد دواء للسكري ودواء للضغط ودواء للمفاصل ودواء لترقق العظم ودواء للاعصاب. هو كلهم لي سنتين مش ضايقته. 33 سنة أنا بالمستشفيات، ما تبهدلت مثل هلأ، عم بضغط على حالي لكون قوي كرمال ابني. بس بتعرفوا شو يعني تطبخ نوال الطبخة نص طبخة نص طبخة لتوفر غاز؟ بس تخيلوا كيف عم بتقدم الأكل لأولادها وبشو عم بتفكر. من هالتقرير رح انتقل إلى الشباب بالاستوديو. مثل ما قلت كل مشترك عنده 99 ثانية ليقدم فكرته، والبداية مع ميريام يمين اللي رح تحكي عن الوضع المعيشي مثل ما بتشوفه. تفضلي ميريام. مساء الخير. هل نحن بزمن نعمة أو نقمة؟ هل نعمة إنه اليوم عشية استقلال بلادنا؟ أو نقمة إنه بلادنا مش قادرة تقوم إلا بعرض عسكري متواضع؟ هل نعمة إنه الطحين بعده مدعوم؟ أو نقمة إنه ربطة خبزنا كل ميلة بقلوزنا؟ هل نعمة إنه الشعب قبل بالدواء البديل؟ أو نقمة إنه ما خلوا له حتى حرية الاختيار بين البديل والأصيل؟ اليوم بعد 78 سنة استقلال، الأزمة الراهنة اللي عم يشهدها لبنان بمؤشراتها الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية الخطيرة هن الأصعب بتاريخ لبنان المعاصر. 55% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر، بيعيشوا بأربعة دولار باليوم. هل أصبحت من الكماليات إنه شعبنا يقدر يحصل على علبة دواء وربطة خبز سوا؟ 3 من أصر 10 عيال عندها على الأقل ولد واحد عم بينام بلا عشا. هل من الطبيعي بيتنا يجوعوا لأولادنا يشبعوا؟ هالأزمة مش بس خسرتنا علبة دوانا وربطة خبزنا، هالأزمة خسرتنا كرامتنا أحلامنا وحتى شبعنا. إيه المعاش إذا وجد ما عاد يعيش. بختم وبخلي بذكرتكم كل شاب وصبية لبنانية هاجروا ليبنوا مستقبلهم ويأمنوا على مستقبل أهليون. اليوم بال2021 بدنا نردكن بثباتنا، حوارنا، وعينا. بيوتنا وبلادنا ممنوع تكمل تفضى. رح نردكن تسوى نحول نقمتنا لنعمة. Thank you. شكرا لك ميريام. على الصفر خلصتي 99 ثانية مثل ما هن لخطابك. لو زادت عن 99 كنت مع الأسف مضطر وقفها، بس أنقذتني هي وعلى الصفر وقفت. الحد الأدنى للأجور بالخطاب الثاني مع آية الفوال. آية تفضل. سنة 2021 لبنان تصدر المرتبة 72 للحد الأدنى للأجور. إيه، وأنا وقفت شوية ثواني صمت كرمال الشعب اللبناني يحس إنه ممكن بثواني يقلة قيمة الرواتب تاعونه، وهيدا الشيء هو اللي بيخلينا اليوم إنه نعرف مين أكتر عالم عم تتأثر بهيدا الموضوع، وهن أكتر أشخاص قطاع العام، الأشخاص اللي بتشتغل بين عسكريين ومدنيين قانونيا وقضائيا بشكله 320 ألف شخص عم بينقسموا بأنه يأمنونا خدماتنا. ليش؟ وهيدا الموضوع أنه نحن لازم نكون عم نتذكر إذا الحد الأدنى للأجور كان هو معدل واطي أنه بيكون عم يعمل عملية تسهيل لاستغلال العمال الآلاف بلبنان، وحتى قانون العمل إله حتى قانون العمل هو عليه ضغط من ناحية أنه هو عم يواجه صعوبات بأنه يعمل هالدراسة. لهيك أنا بسأل السؤال، لمين ولازم يعمل هيدا الحل؟ هل الدولة هي قادرة؟ هل هو الشعب أصلاً قادر ويفكر بهاللحظات بكل الأزمات اللي عم نواجهها أنه هلأ لازم نحط الخطة الاستراتيجية لهذا الحد للأجور؟ فيني أعطي مثال عن الحرب الأهلية، بأنه بحقب بسنة بفئة الثمانينات أنه بكل هيدول السنوات صار في من الدولة دراسة، بس بالحرب الأهلية كانت الأوضاع غير. فقانون العمل لازم أكيد يكون مش مجمد
ومش عنده أي صعوبة بأنه يعمل هالدراسة، يمكن لازم نفكر كيف نحن لازم نحل هذا الموضوع. فسؤالي أكثر وجهه للجمهور، شو لازم نعمل؟ شكرا. شكرا لك، ما كان لي قلب وقف فيك، بس مرة الجاي رح نوقف على الصفر شو بدنا نعمل. منتقلي للخطاب الثالث وتأثير الأزمة الاقتصادية على القطاع التعليمي مع نبيل عرب. تفضلي نبيلة. مساء الخير. كان يا ما كان، ومن 125 سنة بلبنان ولسخرية القدر، بأربع آب من بيروت انطلق أول قطار. اليوم بال 2021 القطارات والترامواي موقفين لأكثر من 30 سنة. يعني أنا أزمتي الشخصية ومعاناتي اليومية بالنزلة على الجامعة كانت انحلت بس لو كنت عايشة على أيام تيتا وجدو. أنا اليوم كمواطنة لبنانية تلميذة بدفع يومياً أجرة مواصلات من صيدا لبيروت لأنزل على الجامعة فوق ال 120 ألف بس على البنزين. يعني لو ما كنت مغطاية قصة الجامعة بمنحة تعليمية كان ممكن إنه مشوار الدراسي يتوقف مثل كتير شباب وصبايا كفوقين وشاطرين، بس مع الأسف ما عم يقدروا إنهم يكفوا أمرهم وحلمهم الوحيد ويتسلحوا بالأمل الوحيد ليرجعوا لبنان لأيام الخير. حتى الأستاذ بطل قادر اليوم إنه يوصل على شغله لأن المعاش معاش يكفي أجرة الطريق. معقول 10452 كيلومتر مربع مش قادرين نعمل له شبكة نقل منظمة لحتى نحل هيدي المشكلة اليوم؟ كله كرمال المحسوبيات السياسية والمحاصصات الحزبية، وكمان كرمال مصلحة القطاع الخاص، ويدوب الشعب هو عم يقدر يدفع دايماً هيدي التكلفة. نحن اليوم بأمس الحاجة لإعادة تنظيم شبكات النقل العام المشترك وإعادة تشغيل سكك الحديد. مع هيدا الشيء بسبب انه نحن اليوم عنا دراسات سابقه وخطط مشاريع لهيدا الموضوع، بس يا ترى امتى حيتطبقوا؟ وخطه وزاره النقل اللي انعملت عام 2005 وتم تمويلها من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي. نبيله دائما بيوقف الحديث على البنك الدولي، مدري ليه على الصفر قلت البنك الدولي. مقصوده او لا ما بعرف. ثلاث مشتركين قدموا لنا نظرتهم بتوصيف الحاله، هلا شو بتقول الارقام؟ بنشوف هالتقرير من فريق الاعداد. اخر الارقام المعبره عن الاوضاع الاقتصاديه والمعيشيه والنفسيه بلبنان بتاكد انه مرحله السقوط الحر ما انتهت بعد. خلال الاشهر الثمانيه الاولى من 2021 بلغ معدل التضخم حوالي 100%، وهالنسبه اعتبرتها وكاله بلومبرج بايلول الماضي الاعلى عالميا بعدما تخطت نسب التضخم بفنزويلا وزيمبابوي. أكثر من 16% من الشباب اللبناني اللي بتتراوح أعمارهم بين 18 و24 عم بيعانوا من اكتئاب شديد وفق دراسة للجامعة اللبنانية الأمريكية. وتقرير جالوب جلوبال إيموشنز الأخير أظهر أنه سكان لبنان وتركيا هن الأقل تعبيراً عن مشاعر إيجابية بين سكان دول العالم، وهالشي بتأكده أرقام مؤسسة إمبريس اللي تلقت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 أكثر من 6000 اتصال على الخط الساخن المخصص للدعم النفسي. أما القطاعات الخدمية فالعطب اللي أصابها كان هائل. عدد المطاعم والملاهي والباتيسيرين خفض إلى أقل من النص، وعدد العاملين بالقطاع المسجلين لدى الضمان الاجتماعي انخفض من 160 ألف ل 50 ألف، وعدد الغرف الفندقية الشاغرة ببيروت بلغ حوالي 2000 غرفة بتموز الماضي. الأمر نفسه بينطبق على القطاعين التربوي والاستشفائي، إذ يقدر عدد الأطباء اللي هاجروا بأكثر من 1000، فيما عدد الطلاب اللي انتقلوا من المدارس الخاصة للرسمية بالعام الدراسي الأخير بلغ 55 ألف من دون ما تكون المدارس الرسمية مهيئة لها الحجم من الانتقال. مثل المشتركين كمان الضيوف معنا عندهم وقت محدود لمداخلاتهم، هلا شوي اكثر من 99 ثانيه بس ماشي الحال. على كل الاحوال هيدي مناسبه لتكريس نمط جديد من الحوار. استاذ نولا نحاس، اسمح لي بلش من عندك، هل توافق على توصيف الشباب وخاصه مريم على الحاله اللي نحن فيها اليوم؟ انا رايي كانوا كثير مهذبين، انه اللي قالوه بيعبر عن الوجع الحقيقي. اليوم ما بقى في مجال نحط كفوف، ثلاث كفوف. اليوم في واقع عم نعيشه الكل بشكل غير مسبوق، بده كلام صريح وصحيح، اللي قالوه بيمثل الحقيقه المره الصعبه.
ما المهم هلا نحكي شو منحس، ولكن يجب ان يكون هناك ابتداء للمعالجات الاساسيات. ما اللي قالته وانا معها لما قالت بالاخر احنا بدنا نخليكم وبدنا نرجعكم، انا بهنيك على هالمقابله بهيدي، لانه بعتقد هيدا اهم موضوع ويا ريت الكل بيسمعوا، لانه بلبنان ما في شيء مستحيل اذا كان في هناك توافق على كيفيه بناء الدوله. نحن عم نشكي من انهيار الدوله واسس الدوله، وعلى اي اساس بدنا نرجع نبنيها؟ الخلاف قائم على هذا الموضوع. بتامل يسمعوكي، بتامل الكل يعرفوا انه الامكانيه موجوده وبسهوله اذا كان في هناك هالتوافق السياسي، وننتقل من رجال السياسه الى رجال الدوله. الازمه اليوم بلبنان يعني مش انه مش عارفين المسؤولين انه في ازمه، الازمه انه مش عارفين شو بدهم من الدوله اللبنانيه. هذا موضوع طويل، التراكم انا كنت عم نقول قبل الحلقه من 69 لليوم، هذا موضوع تراكمي. هلا بتقلي كان لازم يشوفوه؟ طبعا كان لازم يحسبوه طبعا، بس الامور تغيرت كثيرا في لبنان. لبنان من وقت ما تاسس لليوم، من 43 لليوم، 65% من وقته بازمه، 75% من وقت ما تاسس لليوم في جيوش غربيه على ارضه. لبنان وضعه غير سليم بالمعنى الكامل لقيام الدوله. بقى مشان هيك اليوم بتقلي كانوا لازم يشوفوا؟ حتما حتما، لانه الارقام كانت واضحه جدا من التسعينات او من 98، والارقام عم تدل الى اتجاهنا نحو هذا القيام، هذا المنحى. هيدا من 92 لليوم بنطلع بكل الارقام، كل سنه مثل الاخته المداخيل اقل من المصاريف، من المصاريف، والعجز عم يتراكم يتراكم يتراكم. طب لما انا باكم عجز بشكل مستدام، كيف بده امتن بده لانهارة العمليه؟ بقى مشان هيك عم اقول كان لازم يشوفه، بس يمكن بس ما شاف الطبق النظام السياسي كان بيمنعك انك يكون عندك مسؤوليه. استاذ نزار غانم، شو تعليقك على ايه بالخطاب الثاني لما كمان حكيت تحديدا عن موضوع الحد الادنى للاجور؟ هلا انا بعتقد انه رفع الحد الادنى للاجور بالوضع الاقتصادي الحالي، حتى اذا صار وتم رفع الاجور، ما الازمه الماليه بعدها موجوده، فدون حل واضح للازمه الماليه. يعني نحن هلا صرنا سنتين على بدايه الازمه، بعد ما في حكومه طلعت قالت لنا اول شيء ارقام الخسائر بشكل واضح، ما قالت لنا شو هي الخطه الماليه الحقيقيه اللي بدها تنعمل على اي اسس هيدا الشيء. تم طرح خطه اللي هي لازار بوقتها، تم وقت تفخيخها وعلى اساسها الاي ام اف ما ساعدت البلد. فالسؤال اليوم اللي بينطرح، يعني زياده الاجور بده يكون له قبل الخطه الماليه الواضحه، واللي هي تبدا من اعاده تكوين المصارف، حسابي صحيحه للخسائر، ووقف تحميل الكلفه الازمه للمودعين والاقتصاد الكلي. يعني اليوم بس نشوف الدولار ب 23,000 سببه بشكل واضح انه ما في خطه ماليه واضحه. وعلى فكره البنك الدولي في اخر تقرير له من شي شهرين قال هذه ازمه متعمده، الازمه متعمده، وحمل الازمه الاقتصاديه الى السياسيين وسماها نخبه سياسيه بارزه تسيطر على مراكز القوى في النظام اللبناني، فعليا ترفض حل واضح للازمه الماليه، لانه هيدا بيهدد نفوذها بالبلد بينهزد الاقتصاد السياسي. المتعمدة بتربطها باللي قاله الأستاذ نقولة عن أنه عدم الاتفاق على طريقة لحل الأزمة أو على سيستم لحل الأزمة؟ لا، أنا بعتقد هني متفقين، ونحن ناشرين بمركز تريانجل دراسة بتقول أنه في خطة ضل مالية. وصراحة حتى المفوض الفرنسي بيير دوكان عندما التقيته قال لي هذه الدراسة حقيقية، هناك خطة ضل مالية، بمعنى هناك اتفاق ضمني على التعطيل. ما يحصل ليس عدم معالجة، هو معالجة بهذه الطريقة اللي بنعتبرها نحن هلأ سيئة، الذي هو هدفه إنقاذ المصارف وليس إنقاذ الوطن ولا إنقاذ المواطن. دكتور ربيع بركات، رح انتقل لعندك كأستاذ جامعي، بما أنه أغلبية المشتركين معنا من الطلاب الجامعيين، وعم نشوف كيف الأزمة عم بتأثر عليهم، إن كان يعني من بيتهم للوصول إلى الجامعة وبعدين بالجامعة. كأستاذ جامعي، كيف عم بتلاحظ تأثير الأزمة اليوم على الطلاب وعلى التعليم بشكل عام؟ يعني بعتقد في هيك
جوابا على سؤالك انطلق من الارقام يلي ذكرها مرصد الازمه بالجامعه الامريكيه ببيروت يلي حكي بتقرير صدر بآب الماضي عن مئات الافراد اللي بالجسم التعليمي بالجامعات يلي عم بيهاجروا للخارج، وتحديدا يعني بنعطي بس هذا المثل انه بالجامعه الامريكيه ببيروت في حوالي 15% من الجسم التعليمي اصبحوا خارج لبنان، عم نحكي عن يعني حوالي 190 استاذ من الجسم التعليمي الكلي. طبعا هون ما بدنا ننسى الجامعه الوطنيه، الجامعه اللبنانيه، انا خريج جامعه لبنانيه وبفخر بهالشيء وبزعل اكثر طبعا على جامعتنا الوطنيه اللي عم بتعاني اكثر من الجامعات الخاصه. بس اذا بدنا نحكي عن التاثير بس سريعا، هيدا بعتقد انه بده يدفع الجامعات الخاصه بشكل اساسي لتعتمد مناهج او خلينا نقول نماذج ربحيه بكثير احيان حتكون على حساب جوده التعليم، هيدا حيكون على حساب كثره الابحاث وبالتالي على حساب يعني حتى تصنيف مستوى الجامعات زي ربما وتصنيف الجامعات حتى على المستوى الدولي، هيدا كمان حيكون حينعكس ضغط على الطلاب لانه في قسم من الطلاب حيضطروا انه بالاضافه لدراستهم الجامعيه يكونوا عم يشتغلوا لحتى يحصلوا الحد الادنى اللي بيسمح لهم انه يعيشوا حياتهم اليوميه. وبالتحول من التعليم الخاص الى التعليم الرسمي، كمان التعليم الرسمي هل في يستوعب اعداد اضافيه من الطلاب؟ اكيد لا، اساسا الجامعه اللبنانيه هلا مقدربه مسكر. بفتتح المجال أمام المشتركين أيضاً للحوار، اللي بيرفع إيده قبل بيسأل قبل. السؤال الأول لمين؟ رشا الحاج شحادة، تفضلي رشا. لمين بتحبي تسألي سؤالك؟ بونسوار، أنا رح أسأل البوليسي أكسبرت نزار. عندي سؤال لألك، إذا عندك كيفية أنه نحيد النظام التعليمي عن الانهيار، أنه شو السياسات اللي بتتبعها مطلق إدارة بلد إذا فيها انهيار، لأنه نظام التعليم انهياره وتداعياته مش على المدى القريب، هو بناية رح توقع لأنه المهندس مش متعلم مزبوط، أو هو بعدين مجتمع ما عنده أدنى القيم الأخلاقية لأنه مجتمع جاهل للأسف. فشو كيف ممكن نحن نحيد النظام التعليمي بضمن من الانهيار؟ أنا برأيي صراحة هلأ حصلوا على 900 مليون دولار من الSDR، ما معروف لهلا وين راحت ال 900 مليون دولار وكيف بدها يتم استثمارها بالدوله. بعتقد هيدي 900 مليون دولار لازم تروح ضروره لبطاقه تموينيه، بس ايضا لبنى تحتيه ولا حمايه التعليم. هيدا جواب المختصر على صعيد يعني تعتبر التعليم اولويه اليوم قبل الاكل وقبل النقل؟ يعني صعب نقول، اكيد كلهم بده يكونوا يمشوا مع بعض. لهالسبب كنت بدي اقول انه على المدى حقيقه الضروري هلا يصير هو عوده الانتظام للقطاع المالي وخطه ماليه واضحه، لان هيدا بيرجع امكانيه انه ناخذ قروض من الخارج وبيعيد، بس هيدا بده اصلاحات. وعلى ضوء من عيد تثبيت الاقتصاد ومنستخدم 900 مليون دولار ضمن خطه ماليه واضحه للحكومه. المشكله انه بعد لهلا ما شفنا خطه واضحه من الحكومه. نعم، تكتفي بهالجواب او رشا شو؟ شو الخطة برأيك؟ إنه برأيك شو عندك تصور؟ إنه يمشوا سوا ثرو funding يعني بالتمويل؟ يعني أنا إذا كنت صراحة رئيس الحكومة بعلن خطة تثبيت اقتصادية بتوافق عليها الIMF، بعمل إعادة تكوين للمصارف هيدا ضمن سنة على ضوء باخذ وعود من فرنسا ومثل ما قالوا من الأوروبيين ومن الأمريكان على نجيب emergency fund يعني ونستثمر بالقطاعات الأولوية اللي هي الأمن الغذائي والتعليم. ولو كنت رئيس الحكومة بتدعي لجلسة بمن حضر؟ بدعي بجلسة لمن حضر. على كل حال هيدي الحكومة ما رح تنتج هيدا الشيء، نحن عارفين، وهيدا الإشكالية الحقيقية اليوم. نعم، كمان مين عنده أسئلة؟ جو، شكله جو كمان مثل رشا قبل ما يعمل مداخلته محمس ليسأل سؤال. تفضل جو، لمين بدك تسأل؟ سؤالي اليوم لإلك مدام زان، بما أنك سيدة أعمال اليوم، نعرف بلبنان قد عم تختلف الأجور تبعا لسعر الصرف. اليوم في ناس عم تقبض أجرة على سعر صرف 1005، آخرين على سعر صرف 3900، آخرين جزء بالفريش دولار وجزء على 3900، وفي أكيد أقلية عم تقبض بالدولار. اليوم سؤالي، كيف اليوم صاحب المؤسسة بيقدر يوفق بين مصلحته ومصلحة واستمرارية المؤسسة تبعه،
وبين حماية موظفينه والأجراء اللي عنده ما يتركوا المؤسسة ويحميلهم لمعيشتهم ومستوى معيشتهم. أول شيء بدي أقول لك في المؤسسات اللي عم تشتغل هلأ بلبنان والشركات مقسومة قسمين، في شركات اضطرت تسكر لأنه ما قدرت تستمر، وفي شركات عم تشتغل ومستمرة. الشركات المستمرة بالعمل في لبنان عم يعطوا نسبة من المعاش فريش دولار، وعم وزادوا ترانسبورتيشن التنقلات لأنه ما فيهم يفقدوا الموظفين اللي عندهم. بدي زد لك شيء مهم كتير، أنا من الناس اللي عايشين بالبلد ومرقوا بأزمات طويلة وصعبة جدا، في تعلموا الشركات والمؤسسات الخاصة شيء اسمه contingency plans، يعني بتعمل بلان بس لحتى اللي تحمي حالك بوضع معين وبأزمة معينة. هيدا مين بيعملها هالخطة؟ هيدا المدير ومسؤول الشركة على مستوى المسؤول. الشركة طبعا، وهيدا الشيء ناقصنا على مستوى البلد ربما. هيدول نحن تعلمنا انه كل سنتين ثلاثة بدنا contingency plan. والحفاظ على الموظفين هو بسبب لازم بيخليها تستمر للشركة. وبعتقد المؤسسات والشركات الناجحة بلبنان عم بيمارسوا هالأشياء ومنشان هيك مستمرين. بدنا وزارة كمان لخطط الطوارئ، وزارة الطوارئ بدنا كتير أشياء. كمان سؤال من محمد روان، تفضلي روان. أستاذ غسان سؤالي إلك. نعم سبقتيني على دكتور غسان، تفضلي. اليوم الاقتصاد والسياسة بيمشوا سوا، هلأ ما في شك أنه الأزمة الحالية بلبنان هي أزمة اقتصادية، بس كمان ما في شك أنه هي أزمة سياسية، حسب ما كمان أستاذ نزار حكي أنه البنك الدولي وصفها على أنه هي أزمة سياسيين. سؤالي هو هل فينا نضمن ولو أخذ سنين أنه نحن فينا نرجع ننهض بالاقتصاد مجرد ما حلينا المشاكل السياسية؟ أنا بقول لك ما في مشكلة اقتصادية بلبنان، في مشكلة سياسية. يعني بفهم بمشكلة اقتصادية انه اجا الجراد مثلا اكل الاخضر واليابس الخس، اجا مثلا ظروف حصار بحري بلبنان. نحن مقومات الاقتصاد اللبناني بعدها موجودة ما تغيرت، واغلبها هي مبنية على قوة الفرد والقطاع الخاص بانتاج اقتصاد جيد. بس اللي صار هو على صعيد إدارة الدولة، يعني الأزمات السياسية مثل ما قال معالي الوزير نحاس من سنة 69، على فكرة بدي أقول لك سر، 69 بلشت القصة بمظاهرة كبيرة 23 نيسان، أنا كنت فيها، نزلت وراح أتيل قدامنا، يعني كان جورج حاوي قدامي بكم شخص وحد قتل شاب. فإذا نحن من 69 ترجعي بعدين، يعني إذا بدنا نحكي هلأ بس ما في يكون من 69 لليوم ما في إدارة رشيدة، ما في يعني لا ما في حدا إجا وقال لازم نوضع نقطة نبلش سطر جديد. يعني ما فينا لحد الثانية هي المرحلة الفلسطينية. نرجع بعدين هلأ، يعني قرار إيران بتحويل لبنان إلى ساحة مواجهة مع إسرائيل كمان هذا شيء مهم. إنما السياسيين بلبنان المسؤولين عن الدولة ما حدا عنده بعد نظر، ما حدا عم بيجرب يحل الأزمة لبعيد. يعني عجز بالموازنة، خلص وقتي، عجز بالموازنة أوكي، بس هو بهمه إنه كيف يخفف وطأة العجز بالإعلان عن الرأي العام، هذا الوزير أو رئيس الوزارة. فنحن بس دكتور غسان، هل دائما عم نحمل التاريخ مسؤولية عدم قدرة الأنظمة المتعاقبة من 69 لليوم بأنه تحل؟ لا أنا عم أقول لك المسؤولين المسؤولين هل عم نحمل يعني نحمل التاريخ مسؤولية أنه ما عندنا مسؤولين قدروا يفكروا أنه لازم نحل أزمة؟ لا هيدي لأنه نحن مجتمع قبلي، يعني بقول لك يا باختصار مجتمع القبلي ما بينتج دولي. نحن ما عندنا دولة لأنه نحن قبائل، كل إنسان بيقيسها على شخصه وعلى عائلته وعلى طيفته.
وبعدين يعني في موضوع كتير مهم، إذا الدولة بدها تحط حلول صحيحة للاقتصاد كانت ما في حدا عنده نظرة كيف، بس لو بده يحط هو على صعيد يحط الحلول الشعب بيمنعه. الشعب بيمنعه؟ أكيد الشعب. يعني بدك تحكي بصراحة ولا نكذب على بعضنا؟ نحن بالتاون هول وبالتاون هول الصراحة هن لصوص وحرامية وما عندهم فكرة للإدارة اللي عم بيديروا البلد. يعني كمان هن ما بيقدروا يزيدوا أسعار الكهرباء لأنه الناس برأيي لازم يعطونا الكهرباء ببلاش أو بلاش. هن ما بيقدروا يزيدوا الضرائب محل ما بيكون فيه ضرائب. هن ما فيهم يتركوا الحرية كان لسعر الصرف فتركوه على 1500 ليرة، وهيدي استاذ عندك يعني المشكلة بشكل أنه استعملوا الودايع. فإذا أنا رأيي أنه الشعب إيه جزء من الأزمة بلبنان، أن المسؤولين اللي ما عنده الرؤية بيخافوا من الإصلاحات الصحيحة خوفا من الشعب. نعم أستاذ ربيع رفع إيده تفضل. أنا بس بدي لأ علي على هاي النقطة قلب الموضوع أنه الشعب هو اللي بيتحمل المسؤولية. لا، في بالآخر سياسات هي اللي عم بتدجن ناس، عم بتخليهم أكتر مطوعية أكتر قابلية أنه يقبلوا هيدي السياسات. السياسات إيه بس أنه يعني بالنهاية صحيح، بس هي المسؤولية بس فكرة الأكاونتابيليتي المسؤولية هيدي بالآخر مين بيتحملها؟ يتحملوها الأشخاص يلي بيمثلوا هيدي القطاعات أو الفئات يلي عم بيحكي عنها الدكتور، مش الناس هن اللي بيتحملوا المسؤولية. نعم طب بدي تفضل، بس خليني أسألك، هل برأيك كان عنا شي مرة فرصة نطلع من هالنظام القبل اللي نحن فيه؟ نعم هلا، بس قبل بدي أعمل ملاحظتين صغار. زميلي هون أكد أنه الاستقالة لازم ينصفوا بطريقة 1-2-3. اعتقد ما يعني عجل الموضوع، انه هذا موضوع يدرس، هذا موضوع مش بهال يعني هيك تنعمل، لانه الاس دي ار معمول لدعم البالانس اوف بيمنت تبعك لتقدر تبني اقتصادك اللي هو عم يطالب فيه، ومعه حق، بس العمليه اغمق من هيك، ومش هيك مش هيك بتنعمل الامور. ثانيا انا مش موافق انه في قرار، هلا ما بدي اعمل بوليميك، بس انه ما حدا بيلتز انه يكون عم يساهم انه يعمل انهيار. الانهيار الا اذا عنده مصلحه. ما في مصلحه بالانهيار، ما في مصلحه بالانهيار. يعني القبائل تحب الانهيار، بس ما حدا عنده مصلحه بالانهيار باي معنى. انك انت اذا ما ضبط خدمت، انت بيني سلطتك على الخدمه، نعم بيني سلطتك على قدره اعطاء الناس شيئا ما. لما ما فيك تعطيهم شيء، كيف بدك تبني خدمتك؟ نعم هذه بس ملاحظه صغيره انه ما نتسرع بالاحكام. ثانيا الموضوع القصه اللي عم تنحكى، حدا اشتلق انه اخر انتخابات ما في كلمه سياسيه انحكيت، ما في برنامج سياسي انطبع؟ انتم مش لاقين كيف عم ندرج نزولا؟ وانا معه بهالموضوع شوي، انه اليوم بانتخابات 2008-2009 كتبوا كتيبات. طبعا الكلام بلبنان عند السياسيين لا يعني شيء، لا يعني شيء. كملنا خطابات يا عمي، عم نفوت على الانتخابات ما في كلمة سياسة، ما في كلمة مشهورة. هذه ملاحظة كتير مهمة بحب أرجع لها قبل. يعني إذا بالانتخابات الماضي ما كان في السياسة، هلأ شو رح يكون؟ هلأ ما في انتخابات شكله كبير. في انتخابات بعد شهرين ثلاثة، ما شفت أنا حدا قال أنا عندي برنامج بدي أقوله، لا في السياسة ولا في اقتصاد هالمرة. مشان هيك عم أقول الناس بأي معنى مسؤولة لما بتنتخب، بتنتخب من دون ما كون عم تعمل خيار على فكرة أو على سياسة أو على مشروع. نعم تعمل خيار، هيدا مين أكتر واحد بيمثل غرائزي أنا الغرائز تبعه انتمائه المذهبي، هيدا مين أكتر واحد عنده هالتمثيل الكبير بتصوت له؟ نعم كيف تبني بلد؟ كيف رح نبني بلد وكيف رح نحمي أهل البلد بأنهم يستمروا واقفين على إجريهم؟ وهون بيجي لقالك أستاذ ريف، ما حدا بده يسأل بعلم النفس، أنا رح أسألك. يعني من خلال تجربتك بإمبريس وأيضا كأخصائية نفسية حضرتك، شو أخطر شيء عم بتلاقيه بتأثيرات الأزمة النفسية اليوم على المواطن اللبناني؟
أول شيء بدي أقول إنه اللي لاحظناه بالفترة الأخيرة على خط الحياة اللي هو 1564 اللي هو Embrace بالتعاون مع وزارة الصحة والبرنامج الوطني للوقاية للدعم النفسي، لاحظنا إنه عدد الاتصالات بتزايد مستمر. يعني عم نحكي من 3 سنين لورا كانوا 2000 اتصال، بعدها بسنة 6000، اليوم بعد ما خلصنا السنة رح نوصل ب 8000 اتصال. هيدا يعني في مشكلة بالاتصالات، يعني مش دائما واحد كمان هيدا نحكي عن في فترة قطعت ما قدرنا حتى نكون عم نفتح الخط لأن ما كان في مزبوط. فهيدا بدل إنه الشعب اللبناني وخاصة نحن أكبر شريحة بتتصل فينا هي شريحة الشباب من 17 لل 34 سنة. هيدا بدل قدي الشباب اللي هن قوة الوطن عم بيعانوا نفسيا من قلق، من أحباط، من عدم القدرة على تطوير نفسهم، على تحقيق أحلامهم. وهيدي الفئة هي أصلا هي بتكون حساسة، فكيفتا مع كل هالمشاكل عم بتواجهها، يعني مشاكل ثقيلة، مسؤولية كبيرة، يعني نعتبر انه مفروض يكونوا عم يحكوا بطموحاتهم وهيك. نعم برجع للصبية شو قالت انه مش يعني بلا ما تفكر بدراستها عم تفكر كيف بدها تنزل على الجامعة. هيدا شيء محزن. نعم. محزن جدا. او مجرد فكره انه عم الست اللي شفناها بالتقرير نوال عم تطبخ الطبخه نص طبخه. نعم. لتوفر غاز. نعم. يعني شو يعني نوصل لهون؟ الحياه النفسيه هي بتتاثر بكل شيء، فبتتأثر بالاقتصاد وبتتأثر بالعوامل اللي عم تقطع فينا والعدم الأمان وعدم الاستقرار، كله بيأثر على نفسيتنا. طب في شيء مخلينا اليوم ضلنا واقفين على إجرينا؟ نحن اللي بخلينا صراحة أنا شخصياً بسأل حالي ليه بوع الصبح لخلص حياة عالم، لأنزل على إمبريس، لأعمل شغلة، لأخذ اتصالات من العالم الموجوعة. هيدا الشيء اللي بيخليني استمر. وبعتقد الشباب هون اللي بخليهم يستمروا جملة كتير حلوة لتها، هي لتها الصبية هون إنه بدها مريم. نعم، بدها الشباب البرة يرجعوا على لبنان. بتكبروا القلب صراحة، بتكبروا القلب. بس خليني أذكر بالخط الساخن لجمعية إمبريس 1564 إذا عندكم أي شكوى أو مشكلة أو شيء بتحبوا تتشاركوا فيه 1564. مدة البرنامج ساعتين، ورح تلاحظوا ما في عنا ولا وقفة إعلانية لأنه كل الوقت هو للنقاش والحوار بين الشباب والضيوف. بننتقل إلى المحور الثاني. عادة منسأل وهلأ لوين؟ سؤالنا هلأ كيف وصلنا لهون؟ من المصطلحات الجديدة اللي دخلت يومياتنا الفقر المتعدد الأبعاد، ومش عم بحكي عن فقر 4G أو 5G، عم بحكي أكتر. شو يعني هالتعبير منشوف بهالتقرير؟ الفقر المتعدد الأبعاد بحسب دراسة صادرة عن لجنة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة، أصبح الفقر يطال 74% تقريباً من مجموع السكان بلبنان. تصل نسبة اللبنانيين يلي بيعيشوا بفقر متعدد الأبعاد إلى 82% من السكان. مصطلح فقر متعدد الأبعاد بيعني الفقر المبني على قياس سلة من 6 أبعاد، لهن التعليم، الصحة، الخدمات العامة، المسكن، الأصول والممتلكات، العمل والدخل. أي أسرة بتعاني من نقص في بعدين أو أكثر تصنف أسرة بخانة الفقر المتعدد الأبعاد. 92% من الأسر المقيمة بعكار والنبطية وبعلبك الهرمل بتعاني من الفقر المتعدد الأبعاد، وهي النسبة الأعلى بين المناطق اللبنانية. النسب بتتوزع كالتالي: 51.5% بعكار، 49.3% ببعلبك الهرمل، و 46.7% بالنبطية. أكبر عدد من حيث الأسر سجل في منطقة جبل لبنان، حيث بتعاني 382,000 أسرة من الفقر، منهم 133,000 أسرة بتعاني من الفقر المدقع المتعدد الأبعاد.
العاصمة بيروت هي أقل منطقة متضررة وبلغت النسبة فيها 73%، وبتعاني 29% من الأسر فيها من الفقر المدقع المتعدد الأبعاد. قبل النقاش خطابات الشباب، بداية للمحور الثاني، ورح نبلش مع الياس نعوس. تفضل الياس. نحن نأكل مما لا نزرع، ونحن نلبس مما لا نصنع. للأسف إيه، نحن بلبنان عم بيتم التركيز على القطاع الخدماتي، وعم بيتم تهميش قطاع الإنتاج والزراعة. وهون السؤال بيطرح نفسه، هل نحن بلبنان عنا بنية اقتصادية تسمح لنا أن نكون منتجين؟ خلوني هون كون عم ألفت النظر وضوي على منطقتي بعلبك الهرمل والمناطق يلي مهمشة وما عم بيتم استغلال ثرواتها لحتى نبني إنتاج. وهيدا الشيء أثبتته الدراسات، 4% بس عم بيتوجهوا على الزراعة، والرقم الصادم 80% عم بيروحوا على الخدمات. وهيك شبابنا عم بيضطروا يتركوا أهلهم وبيوتهم والتراب اللي كانوا عايشين فيه لينزلوا على بيروت ليأمنوا لقمة عيشهم للأسف. وهون خلوني ألفت النظر على إنه شبابنا بمجهودهم الشخصي، وبركز على مجهودهم الشخصي، انهم عم بيرجعوا للزراعة، ولكن الدولة عم بتكون عم تواكب هالعودة للقطاع الزراعي؟ ان شاء الله، لانه عم بتضل متمسكة بالقطاع المصرفي المأفلس. المأفلس، ولكن لازم نحنا نبني انتاجنا كرمال نقدر نبني اقتصادنا لنقدر نبني وطننا، لانه غير هيك ما حنقدر نبني وطن لنرجع الشباب عليه. وشكرا. شكراً لك، هيك وفرت على حالك 10 ثواني رح نستغلها لشي تاني من وقت البرنامج. من الياس، من القاع بأقصى أقصى أقصى البقاع شمالاً، إلى بلال غازية من حصبية من محافظة النبطية بأقصى الجنوب، وكمان كيف وصلنا لهون بـ 99 ثانية. جاهز بلال؟ جاهز. تفضل. مساء الخير. الاختلاف السياسي بكل بلدان العالم أمر طبيعي، إلا بلبنان عنا انقسام سياسي عم بيولد مشاكل بدون الاتجاه لآليات عمل لتحل المشاكل والنزاعات داخل مؤسسات الدولة. وهذه النزاعات عم تترجم لشلل حكومة، لتأجيل انتخابات، لانهيار سعر صرف ليرة لبنانية، لتفجير مرفأ، ولغيرها كتير من الأزمات. وهذه الأزمات عم بتأخر تنفيذ الدولة لمطالب الشعب ولتأمين أبسط حقوقها، وهذا الشيء عم نشوفه بأزمتنا اليوم. ورح صدق على هذا الكلام بمثال كتير بسيط. أنا بلال، أنا ابن منطقة حصبية. الانقسام السياسي الموجود عرقل إنماء مستشفى حصبية الحكومة يلي هي مستشفى الشعب، ويلي وجودها بيوفر عبء كتير كبير على المعاش المواطن، على معاش المواطن اللبناني. وشفنا أيضا الانقسام السياسي بالسنة ونص الماضيين. يا جماعة، بأي بلد منهار بالعالم بتضل حكومة تصريف أعمال لمدة سنة ونص؟ وهلق من بعد كل يلي حكيته الأمر ما بيتطلب إنه نخلق نظام سياسي جديد بيتلاقى مع مطالبنا؟ نظام سياسي بدلا من النظام الطائفي يلي ما جاب لنا إلا المشاكل والأزمات. رح أختم خطابي بتمني. تمنياتنا على الأحزاب السياسية التقليدية يلي بلبنان ما تورثوا الأحقاد السياسية والاستغلال الطائفي لجيل الشباب. عطونا إمكانية إنه نحل مشاكلنا نحن مثل ما بدنا، إنه نبني بلد مثل ما نحن منحلم فيه، لأنه نحن الشباب. رح شدد إنه نحن الشباب صناع التغيير، وأملنا ببلدنا كتير كبير، ورح نغير وبتشوفوا. شكراً لك يا بلال. عندك شي سؤال عبالك تسأله لشي حدا؟ عندك شي سؤال؟ عندي سؤال. يلا حضر لنا إيه، وهلا بتقلي لمين؟ الخطاب التالي هو لرشا الحاج شحاده. تفضلي رشا. مرحبا.
تاون هول إليك رجاء. مرحبا، رح احكي اليوم قصة مواطن كسر ازاز الصيدلية بده دواء لبنته الصغيرة وهالدواء مقطوع. رجع عبيته قطع اشتراك الكهرباء لأنه معاشه بطل مقديه وقرر يرجع على الشمعة. وليه هيك صرنا؟ صرنا لأنه عنا تجار رفضوا يتحملوا عبء الأزمة مثل غيرهم من المواطنين وقرروا بس يحملوها لهالمعاش الصغير. سحبوا البضاعة من السوق وبالمقابل سيطرت السوق السوداء. بتسألوني عن مؤسسات؟ بتسألوني عن رقابة؟ وين حمية المواطن من الكارتيل؟ وين حميته من حاله ببعض الأحيان لما اضطر هو يتحول لمحتكر صغير يركض يبيع جالون المازوت؟ وين حمية أهل عكار لما كانوا عم يحترقوا دواء الحروق مكدس بالمخازن؟ شو يا رشا؟ أنت عم تحكي كصيدلانية هلأ أو كحدا عباله يعمل خطاب؟ بلشت بقصة، بلشت بقصة كتير مؤثرة وتأثرت، بس رح أنهي بحلم، حلم مواطن بعد بناء دولة مبنية على أسس وطنية وعلى مواطن بيأمن بدولته وتجدية بتنفيذ القوانين. هالمواطن قدر يلاقي دواء لهالبنت، وهالمواطن ما دوى شمعة إلا على عشم رومانسي مع مرته أو حبيبته. شكرا لك. حكيتي كصاحبة صيدلية وبتشتغلي بهالمجال أو كحدا هيك عباله يشتغل بالسياسة أكتر؟ كمواطن عم بيعاني وعم بيشوف المعاناة كتير على الأرض، يعني مع أنه صيت أصحاب الصيدليات في الفترة أكتر مشكلة. عالم عم بيعانوا، بتصدق عم يدفعوا على الكاش للوكلاء ومعاناتهم مثل ما وأكتر عالم عم بيشوفوا العالم قد عم يتعذبوا ليجيبوا حق لقمة حبة الدواء. ناس فقرة، شفنا نوال ما بتدوق الدواء. لازم نعمل حلقة بالموضوع الصحي، وموضوع الصحي هم كتير كبير، يمكن يعني بالأولويات واحد ما بيعرف من وين بده يبلش، من الصحة من التعليم. أستاذ نقول نحاس، رح رجعك لمداخلة الياس، ولما حكي عن الهندسات المالية ليه ولا مرة عم تزبط معنا؟ وهل الهندسات المالية كانت صح وبعدين صارت خاطئة، أو كانت خاطئة من الأساس ووصلتنا لهون؟ أنا برأيي اللي صار هو استمرار التعنت بنظام غير قابل للحياة. يعني نظام البلد أو نظام اقتصادي؟ نظام المالي اقتصادي. تثبيت صعب الصرف كان هو القاعدة الأساسية التي بنت عليها السياسة النقدية. بآخر اجتماع اللي صار بقصب عبدة حضور كل الزعماء أول بند فيه الإصرار على تثبيت صعب الصف. صعب الصف تثبته بده يكون عندك القدرة إلى ذلك. أنت لما اقتصادك عم يعطي مؤشر من 98 أنه مش قادر يستمر إذا ما أجا دعم، وشفنا بيبيز واحد بيبيز اثنين، نعم، وإجا المساعدات من الخليجيين، لا قادر رجع وقف البلد شوي على إجري. بعدين إجت أزمة 2008 وإجت المصاري لهون، أنا بسميها هذه ليبنون ديسيز، هذا كانت المشكلة هون، إنه إجا مال لأنه عم نعطيهم فوائد ما معنى إياها. بس هي شو المشكلة إنه لبنان دخل بال 2015 صار عنده نيجاتيف بوزيشن بالفورين اكس. ساعتها كان لازم ينحط حد لهذا الموضوع، ما صار حد لهذا الموضوع، رحنا على الهندسات المالية اللي كانت هي خطأ على خطأ على خطأ. هلا بدنا نحكي خطأ لمعالجه خطأ، خطأ لمعالجه خطأ، لانه ما المهم تعمل انت معالجه، المهم تقدر تعمل استمراريه. طيب هو يعني اللي يعني هل الخطأ اللي انعمل وعارفينه انه خطأ لانه ما كان في خيار تاني، او لانه ناطرين شيء عصا سحريه من شيء محل تجي؟ لا مش ناطرين، في كان عدم قدره على تغيير النهج الذي قام عليه البلد وانقادت السياسي بموجبه. قلت لك وأنا حبيت أذكر فيها أنه كان تثبيت صعب الصف هو قرار سياسي كبير من الكل. بقى مشان هيك هذا الموضوع بترجم نوعا ما النظرة إلى كيفية إدارة الشأن المالي والاقتصادي بالبلد. الموضوع ما عم نقدر نحط إيدنا على بعدين. أنا هون بدي جول
علياس جواباً علياس. موضوع الصناعي بحجم المدخول بحجم الدخل القومي تبعك طور صار نوعا ما إيجابي. الموضوع الزراعي هو الذي متدني جدا كقطاع إنتاجي، ولكن القطاع العام هو آخذ دور غيره. هذا القطاع غير منتج. القطاع العام لازم يكون مثلا حجم الأجور بالقطاع العام لازم يكون 18-20% ل 24% من حجم الأجور ككل. هذا حسب OECD. نحن قديش حجم الأجور بلبنان القطاع العام؟ صار 42%. فزين إشكاليتها هو الصناعة عم كانت رغم الظروف القاسية عليها، لأنه سعر الصرف كان قاسي جدا على الصناعة، بس الزراعة هي اللي كانت متأخرة جداً أيضا جدا جدا جدا. بموضوع بموضوع السياسات الخاطئة دكتور عياش، خاطئة عن قصد أو خاطئة بالغلط أو ما في شيء تاني واحد يعمله، أو نحن ببلد السياسات المؤقتة تستمر؟ لا يعني إذا بدك على صعيد السياسي النقدية، إرضاء الشعب كان برأيهم أو خوفا من الرأي العام لازم تثبيت سعر الصرف. بس تثبيت سعر الصرف مثل ما قال معالي الوزير بده إمكانية. يعني اليوم إذا مصرف لبنان ما في عنده احتياطات كافية لحتى يتدخل بالسوق، شو بيعمل؟ عمل هو فوايد كبيرة، هندسات مالية مدمرة. في جانب من السياسات المالية النقدية، يعني هذه الهندسات المالية من نتائجها جابت الاحتياطات اللبنانية من الخارج. يعني كان المصارف عندها يمكن 30-35 مليار دولار مودعة عند المراسلين، نزلت لست مليارات، صاروا يجيبوهم ويحطوهم عند مصرف لبنان على أساس بيعطيهم فوائد عالية. فبتصور أنا يعني أنه السياسات كلها كان الهدف منها الادعاء بأنه نحن مثبتين سعر الصرف، وسعر الصرف لا يمكن تثبيته. بدك تثبت سعر الصرف بده يكون في اقتصاد سليم. نعم ست أسمهان. المشاكل اللي عم يحكي فيها معالي الوزير والدكتور عياش لا شك موجودة ومعروفة، وكلنا بنعرف شو في بالبلد ومقاسيها وشو أسبابها. لهلأ ما في الحكومة الحالية ما قدرت تكون شفافة كفاية وتخبرنا شو عم بيصير بالIMF. الشعب بهالحالة المدقعة من الفقر والخسارات والمستوى المتدني من الصحة والإدوكيشن له حق يعرف شو البلان، شو الرؤية المستقبلية الاقتصادية، شو عم بيصير. ما في أكيد ما عم يقدروا يجتمعوا، بس أنا بعرف أنه كل وزير قاعد عم يشتغل بوزارته. لازم الشعب يعرف شو إله وشو عليه، وهالشباب هول اللي هن للمستقبل مجبورين يكونوا على علم بكل شيء عم بيصير. وما تفكروا المشاكل اللي انسردت هاي موجودة من زمن، وانتو هلأ بدكم تتحركوا بالانتخابات الجاية لصناعة التغيير. هيدول كلهم مرقنا عليهم وصرنا حافظينهم. ربيع، بعتقد في شغلة هيك عم ندور حولها، ومش يعني يمكن عم نتجنب انه نصيبها بشكل مباشر، ولا ونحكى عنها هيك بشكل طرفي او هامش، انه المسؤولية بعتقد لازم يصير في اقرار بمحل انه في مسؤولية كمان على القطاع المصرفي. اكيد مش صحي انه يكون في باي بلد بالعالم قطاع مصرفي مفلس، واكيد في ضرورة لإعادة إنعاش هذا القطاع. بس هو يحمل القطاع المصرفي اليوم مسؤولية كل اللي عم بيصير وصار. لا أكيد ما بيتحمل مسؤولية كل شيء عم بيصير، بس ما هو في تشابكات وتقاطعات طبعاً بين يعني متنفذين بهذا القطاع وبين يعني أشخاص بينتموا للإستابليشمنت أو لأحزاب الطبقة السياسية. ما أنهم يعني مفصولين عن بعض. نزار حكي من شوي عن التقرير البنك الدولي اللي هو صدر بديسمبر 2020، يعني من حوالي سنة تقريبا، اللي حكي عن deliberate depression، الكساد المقصود، انه في شيء عامل مقصود بمعنى انه متعمد. ايه
ما بدي كمان ارجع بالضروره لسنه لورا، من حوالي اسبوعين لما كان المقرر الخاص للامم المتحده بزياره للبنان وعمل يعني مجموعه تصريحات، من بين تصريح كان للجزيره انجلش قال فيها يعني تقريبا بالحرف انه جمعيه المصارف لما احبطت الخطه الحكوميه اخرتنا سنه كامله. نحن هون ما عدنا عم نحكي عن انه يسار عم بيحكي من منطلقات او عم يبني نقده على رؤيه ايديولوجيه، ما عم نحكي عن البنك الدولي وعم نحكي عن الاي ام اف وعم نحكي عن هذا. في حاجه لاقرار بمسؤوليه، ما بعتقد انه في امكانيه نضل عم نغمض عيوننا مع الاقرار التام بانه اكيد هيدي الطبقه السياسيه والاحزاب المتنفذه اكيد تحمل مسؤوليه كبيره. لانه متقاطعه اساسا. انا مثل ما عم شوف استاذ نزار انه هي المشكله انه حلول ترقيعيه مفروض تكون لوقت محدد عم تستمر مدى العمر، يعني ما عم يجي حدا ياخد القرار عملنا مثل هلا الخوف من البطاقة التمويلية. يعني واحدة من القصص اللي الطبقة السياسية خافت منها انه فتنا بموضوع البطاقة التمويلية، امتى بنوقفها؟ رح تستمر مدى العمر. ما هي السياسيين اللبنانيين شاطرين بالانجليزي بيقولوا كيكينج ذا كان، يعني تضرب القنينه وتضلك ماشي، تطرق التانكه وهيدا الشيء عم بيصير حتى حاليا بالازمه الماليه. يعني نحن بنحكي هلا عن نحكى كثير عن السياسات الماليه، الهندسات الماليه. نعم. طب الهندسات الماليه في حوالي 30 مليار دولار انصرفوا بين 2017 ل 2019 للازمه الماليه، نص الفجوة المالية حاليا بالقطاع المصرفي. هودي راحوا مساعدات للبنوك الأساسية بالبلد لأنه كانوا خايفين بال 2017، صار بالذات مثلا بنك عودي أو بنوك الكبار، يعني صار في عندهم خسائر بتركيا وبمصر فعليا الاقتصاد اللبناني، المكلفين الضريبيين اللي هون الشعب تحمل مسؤولية إنه ينقذ القطاع المصرفي أول مرة. وهلأ جينا على الكارثة الكبيرة، بدل ما يصير فيه بكل دول العالم بيجوا السياسيين بيقعدوا مع المصارف، بيقعدوا مع المودعين، بيقعدوا مع الشرائح الاجتماعية وبيعملوا تأسيس لعقد اجتماعي جديد واللي هو سياسة مالية جديدة. اللي عم بيصير هو نفس سياسة الترقيع والقول بأنه هلأ المشكل سياسي وإذا زبطناها مع الخليج بيمشي الحال، هو هروب من المسؤوليه. بلا ما نفتح حالنا بوابه مغلقه، يعني بعتقد هيدي رح ارجع الميكرو للشباب يمكن تفسير ضروري للعالم. نعم. بالفجوه الماليه 66 مليار، كيف تقسمها؟ قسم لنا اياها، انا بدي اسال. نصها لكلفه دعم الليره هذا موسط، والنص الثاني والربع الثاني موضوع دعم الفوائد، فرق الفوائد، والربع الاخير الدولة، مصاريف الدولة، كهرباء و و و والمشاريع وكذا. ما ننسى هذا الموضوع. دعم الفوائد كمان لدعم الليرة ما هيك؟ نعم. هي مشان هيك، فإذا عندك تقريباً خمسة هذا موثق. يعني عندك ثلاث أرباع هيدا بنعرفه مشان الليرة. نعم، خلينا نرجع للشباب، ما بعرف إذا الشباب مهتمين بهيدي النقطة كمان أكثر. بلال، تفضل بلال. لمين؟ لأستاذ الكل نحاس. بعد الأزمة يلي صارت بلبنان كتار من المودعين سحبوا أموالهم من المصارف، طبعاً بتيجي كتير تحويلات خارجية بالدولار للبنانيين، ولا حدا عم بيحط أموالهم يرجع بالمصارف، كلها عم بتنحط بالبنوك، واللي بكل بساطة لأنه الشعب ما عاد واثق بهيدي المصارف. وعلى الإعلام دايماً بنسمع المحللين الاقتصاديين والسياسيين بحطوا اللوم على الشعب وعلى أموال الشعب إنه هيك الأموال المودعين يلي صارت بالبيت إنه هي تزيد من تفاقم الأزمة. وأستاذ غسان من شوي كمان حطيت حضرتك اللوم على الشعب، وما حدا بيجيب سيرة أموال المنهوبة أو الأموال المهربة. هلأ سؤالي لحضرتك هون، طيب بدي أمشي معكم بهذا الحديث، هل يا ترى عن جد هيدي الأموال هي بتساهم بتفاقم، أو إذا رجعت على السوق أو إذا رجعت على البنك هي بتساهم بحل هذه المشكلة الاقتصادية أو الأزمة؟ لو لا جزء بسيط أي أموال منهوبة؟ نعم. الأموال الشعب يلي انسحبت من المصارف بالبيوت، حتى الأموال المكدسة كلها بالبيوت اليوم. ليك بالمبدأ ما في نظام بالعالم المصرفي بيهدي إذا بده يصير عليها سحب مثل ما صار بلبنان، ما في نظام، لأنك أنت ودائعك عم بتوظفها، يعني مش معك ياها نقدي أو سائلة. فإذا أنت الأزمة اللي صارت خصوصي لما سكروا البنوك، والأزمة الأساسية بلشت لما صار توقف عن الدفع. التوقف عن الدفع عطى إشارة أي إنه دفع؟ باليوروبوند. عطى إشارة أنه لبنان مفلس. انتهت القصة هون، وصار في النظام المصرفي لما بتفقد عليه تسحب مصرياتك منه بيوقف يسكون نظام. بس المبالغ اللي انسحبت على البيوت ما هينا بحجم
انها تقول هي بتعطل، ولكن الطحشه وطلب السحب من كل الودايع بالليره وبشو ما كان هي بتخلي انهيار القطاع. نعم، رح ارجع للشباب. لينا اول وحده دغري. لينا مين؟ بدي اتوجه بسؤالي لمدام اسمهان. نعم. نحن اليوم نعرف انه الازمه حاده وقاسيه ومن أسوأ الازمات يلي عم يقطع فيها لبنان، وبدي اعقب هون على سؤال زميلي جو، ومثل ما تفضلتي حضرتك قلتي انه في اليوم شركات عم بيكون عندها خطه عم تقدر تستمر وفي شركات عم بتسكر. انا اليوم بدي اسالك شو السر؟ طب الناس اللي ما عندهم خطه وحساب شو عم بتكون هيدي الاستمراريه اليوم؟ كيف عم يستمروا؟ لنقول فرضا ما في خطه، حتى اللي عنده خطه على حساب شو بهيدا الوضع؟ سوري. اللي بدي اقوله للصبايا وللشباب انه القطاع البزنس بالبلد كل بيعتمد على اشياء كتيرة. فيك تقولي قطاع الخدمات انضرب ضربة قاضية، لانه مثل ما قريته بالبيانات اللي طلعت قد ايه في اوتيلات، قد ايه في اوتيلات فاضية ومطاعم فاضية، وهول خسروا العمال اللي كانت فيها خسرت وظائفها. بتضيفي على هذا المصارف بتاع ما بعرف، يمكن الدكتور بيعرف معالي قد ايه في موظفين طلعوا هلا الفتره الاخيره من عده مصارف. القطاع الخاص اللي هن الشركات المتاسسه من زمن بهيدا البلد وشغاله وعندها تيرن اوفر واللي بتخدم البلد موجوده صار سنين واشتغلت، وفي منهم شركات تاسسوا بالحرب الاهليه الماضيه فتعودوا كيف يشتغلوا كيف ينظموا. في شركات خسرت لأنه كانت شركات صغيرة مبتدئة ما كان عندها الاستطاعة الاستمرار، لأنه الكهرباء عالية، الضرائب عالية، الضمان عالي، كله ما بيخدمهم. أنت بتعرف أنه 91% من الشركات العاملة بلبنان هن قطاع الانتربرنورز الاس ام ايز سمول ميديوم سايز انتربرايز، شركات صغيرة ومتوسطة. في منهم هول، في منهم مسجل بس ثلاث ارباعهم مش مسجل بسبب الضرائب العاليه والضمان العالي والمصاريف العاليه، سو هول حكما بدهم يسكروا. نعم. اضافه الى انه دراسه الميزانيات وكيف بدك تكفي وشو الامكانيات تبعولك مهمين كثير. في كثير عندنا مؤسسات خاصه صغيره ما بيعملوا هالميزانيات المضبوطة ولا بيشتغلوها على طريق صحيحة، فمنشان هيك بيضطروا يخسروا ويسكروا. نعم، شكرا لك. هالميلة مركزين أكثر، هالميلة مع بيلون يحكوا. نبيلة تفضلي، لمين سؤالك؟ سؤالي بدي أتوجه فيه لأستاذ الأولى وبعتقد أستاذ عياش فيك كمان تجاوبنا عليه. اليوم حضرتكم او اي شخص حتى انا اذا بيجي لعندي واحد مفلس بده دينه اكيد انا حفكر ألف مره قبل ما اني دينه، فهون السؤال بيطرح نفسه انه اليوم المصارف ما زالت وعم تستمر بان تدين الدوله اللبنانيه، مع العلم انه هن عارفين ومتاكدين انه الدوله عاجزه كليا على انه ترجع ترد تسديد هذا الدين اللي عم تطلبه من المصارف. فمن ناحيه اقتصاديه شو التفسير اللي عم بيخلي المصارف تضل تستمر بان تقدم هيدي الديون للدوله؟ واكيد هي ما حتكون انه عم تتعاطف معنا او شيء، لانه دائما المصرف هدفه يربح. فكيف ممكن دكتور عياش شو رايك حضرتك؟ لا، في شغله بدي اقولها، يعني بنقد النظام المصرفي لانه عم يتعرض لانتقادات. في غلطه عم بتصير، عم نفترض بالقطاع المصرفي انه هو لازم يوضع سياسات صحيحه. القطاع المصرفي، المؤسسات المصرفيه مؤسسات تجاريه، مين بيعطيها فايده اكثر باكثر امان ممكن تلحقه. فبالتالي يعني سياسه الفوائد على كل الاحوال هلا ما حدا عم يدين هلا، ايه لا حدا عم يدين ولا حدا عم يتدين ولا حدا له عين، ما في خلاص سندات دين، ما في. بس استاذ نزار، يعني وكانه يعني اسمح لي بس، يعني وكانه اليوم المصارف تحاكم او امام المحاكمه بالوقت، انه انت كيف نظرتك لهذا الموضوع؟ يعني المؤشر بالنسبه للشباب واضح انه مشكله مع المصارف، لانه جامعتهم عبر المصرف، اهلهم عبر المصرف، حديث البيت على المصرف، ويمكن بيوتهم تحولت الى مصارف صغيره
مش عم يعرفوا كيف يعني بدهم يتصرفوا مع المصاري بقى من اللي ورايح. انا بعتقد اكيد المشكل هي ثلاثيه، يعني هي مشكل مع المصارف ومشكل مع البنك المركزي ومشكل مع الدوله بطبيعه الحال، هي هي وهي الازمه وهن فيهم يكونوا واحد اخر شيء بيطلعوا هن واحد مية يعني مية. لانه كلهم مزوجين من بعض بالضبط وكلهم قاعدين مع بعض، وهو الانتقاد لانه فعليا المصارف او اللي بيملكوا المصارف معظمهم ايضا مرتبطين سياسيا بالبلد طبعا. وكمان ما ننسى شغله اللي هي انه المصارف جنت ارباح ضخمه، عم نحكي كان في ودائع بلبنان ثلاث مرات الجي دي بي، وين كانوا عم يتوظفوا؟ طب وين معظمهم كانوا عم يتوظف بالدين العام، ما في قطاع مصرفي بالعالم بيوظف اكثر من 70% من اصوله بالدين العام، يعني كان لازم كانوا عم ينحكى عن القطاع الانتاجي مصرف لبنان، يعني استثمارات في مصرف لبنان فرق كبير. كان عم يعمل ايداع اليوم لا فرق كبير كثير. اليوم دين الدولي بالدولار كان اوروبون 30 مليار، كان عندنا ودائع 140 مليار، بس 30 و140 فرق كبير. باللبناني كان نص الدين تبع الدولة مصرف لبنان. لا بس البورتفوليو للانفستمنت للمصارف وين كان؟ كان معظمه بمصرف كان بمصرف لبنان، ومصرف لبنان كان عم يوصفه برا. شو قلت انا؟ يمكن ما انتبهت، راح على دعم الليرة، راح على دعم. الغلطة صارت انه سمحنا للقطاع المصرفي انه يتعاطى بالدولار بواسطة مصرف لبنان. كان بالزمان مصرف لبنان ما يتعاطى بالدولار، كان ينحطوا المصريات عند الكورسبوندنت، نحن سمحنا ينحطوا هون المشكلة، وسمحنا بالودائع مولنا شو الدين العام لا صرف والفساد. يعني بس يكون في ميزانية الدولة 6 مليار سنويا بتروح خدمة 30 مليار حجم الدين تبع الدولة بالدولار، في 140 دولار شو اسمه الفوائد حجم الودائع. لا نحكي الامور نحكي بس هذا النقاش النقاش ليه وكانكم اول مره عم تعملوه؟ انا ما اول مره، انا كل مره بقوله بس ليه ما عم تمشي قلت له وقلت وما انتبه اني انا قلت انه الفجوه راحت بدعم الليره 35 مليار الفوائد ودعم يعني كل هالمصاري انصرفت 70 مليار من 120 مليار راحت لاستهلاك لنشتري مرسيدس ونبيد من فرنسا، بس كمان راح ست بس كمان راح 2 مليار سنويا قطاع كهرباء فساد أكيد راح أكيد. كمان انه من 90 للازمه الماليه ما بنينا جسر لانه راح كله بالفساد. يعني باليونان صار نفس الازمه، فاتوا الودائع مولوا الببليك سبندينج، بس الببليك سبندينج فات بصناعه طرقات ومترو باتينا، نحن شو عملوا فيهم؟ كونسومشن طبعا وفساد طبعا. فساد سياسي كبير، الفساد بيطلع بملايين من الدولارات، ربعت الفجوه راحت لتمويل الدوله اللي فيها مشاريع اللي فيها فساد، ربع مشكله فجوة. الفساد والربع الثاني هو لما نوصل للاضطراب الاجتماعي طبعًا اللي صرنا فيه طبعا، واللي اخر شيء طلع على الفاضي لانه وصلنا له هذا بسموه بونزي سكيم. ايوه مين عنده سؤال؟ ميريام تفضلي. اوكي تعال، صار لي سنه ناطر لافهم هاي الجمله، هلا فهمتها صراحه. تعقيبا على سؤال زميلي بلال، سؤال لك استاذ نزار، لفتني تويت لك ب 9 نوفمبر بيقول السريه المصرفيه هي حقيقه المقبره الجماعيه التي تختبئ تحتها كل جرائم الفساد، وتاليا خاتم سحري لافلات المصارف من العقاب. سمعنا كتير أجوبة بالأول الأزمة لليوم عن الأموال المهربة والمنهوبة، ما في ولا حقيقة ولا جواب، مثل بللنا ريقنا. فأنا اليوم بدي منك جواب صريح واضح، فينا نعرف حقيقة المقبرة الجماعية للأموال المنهوبة اللي صارت من خلال المصارف؟ أمين، هيدا لهون نرجع نحكي ليه بحاجة نحن فعليا اليوم لتحقيق جنائي كبير، ومش بالشركه اللي عم يعملوها هلا الفارز اللي هي ما بتتخصص حقيقه بالتدقيق الجنائي، يعني احنا ما نعرف مين صرف شو. وفي رفع السريه المصرفيه، يعني اليوم لبنان اساسا يتم التعامل معه من قبل اوروبا كصومال على المتوسط، كدوله مارقه، بمعنى انها بتهرب اموال من افريقيا، بتهرب اموال من العراق، بتبيض اموال لشبكات اجراميه بيعتبروا. نحن معظم السياسيين اليوم بالبلد مطلوبين بالخارج، فبالتالي في نهاية برأيي لوظيفة لبنان الإقليمية يلي تاريخيا كانت أنه هو مصرف المنطقة.
لبنان بطل مصري في المنطقة، إذا كان مصري فلس، وبالتالي اليوم الطبقة السياسية ما زالت تظن أنها تستطيع العمل بأدوات اللي بنوها اللبنانيين بالخمسينات والستينات، بينما البلد أفلس كمصرف وهناك ضرورة للانتقال للجمهورية الثالثة. هاي الجمهورية الثالثة بدها شفافية كبناء أساسي لها، إلغاء السرية المصرفية وفتح الدفاتر. اوريدي يعني نحن اليوم كمية التهريب يلي صار آخر سنتين، خلينا نفتح لنشوف مين بعت مصرياته لبرا، ما حدا من السياسيين مسترجي يعمل هالشي. خلينا نفتح حتى دفاتر المسؤولين السياسيين لنعرف، بس هو تبني هالجمهورية الجديدة بأنك تفتح دفاتر الماضي أو تعمل خطة للمستقبل؟ لا، ما هو اثنين بدو يجوا مع بعض، ما في مجال اليوم. وهيدا الجميل بهيدي الأزمة المالية، إنه كبيرة لدرجة لا يمكن إعادة إنتاج النظام إلا عبر جمهورية مصرفية جديدة ثالثة بإيدين السياسيين المسكين هلا الحكم. ما هن يعني بحاجة أول شيء للإصلاح السياسي أول شيء، بعدين عم حط المشكل بمحل لأن فيش خلقنا. بس الحقيقة برجع بقول الكل مسؤول عن ما وصلنا إليه. نعم، الكل مسؤول دكتور ربيع. وهل نحن كلنا جاهزين نفتح صفحة جديدة ونأسس لجمهورية جديدة برأيك؟ أنا بوافق نزار أنه فتح صفحة جديدة بيتطلب بناء ثقة، مش هيك؟ فينا نفتح صفحة جديدة بلا ما نرجع نعيد بناء الثقة. أساساً حتى بس جاهزين لهالصفحة الجديدة؟ حتى رئيس مجلس النواب نبيه بري امبارح بذكرى الاستقلال حكي عن الحاجة لإعادة الثقة بمؤسسات الدولة. طيب كيف ممكن يصير إعادة بناء الثقة من دون ما نحن نرجع نعمل يعني حد أدنى من تقييم للي حصل وحد أدنى من المحاسبة؟ خليني بس هيك أعطي مثل صغير. قبل الأزمة كم شهر كلنا يمكن نعرف قصة أوتيل إيدن باي يلي بحسب تقرير صدر عن نقيب المهندسين السابق جاد ثابت في تعدي على أملاك عامة، وفي كان حتى طلب إجا من وزير مكافحة فساد وقتها أولى تويني. شو صار وقتها؟ ما صار شيء. كيف ممكن أنه نحن نرجع نفتح صفحة جديدة من دون ما يكون في حد أدنى من المحاسبة؟ كيف بده يكون في ثقة أساساً؟ نعم. هلا نحن بهيدي اللحظة بهي الأزمة نحن عم نعيشها، غير الأموال عم تهرب لبرا، نحن قادرين نرصد كمية الاستغلال اللي عم بيمارسوا البعض، احتكارات وغير احتكارات. نعم. حتى مطورين يعني عقاريين يعني أكيد المحاسبة والتدقيق الجنائي هن أمور أساسية، بس هل في حدا شي محل إن كان بالسلطة إن كان نافذ إن كان منتخب أو غير منتخب عم بفكر شو هو معنى لبنان الجديد اللي بدنا إياه؟ لبنان اللي موجود اليوم اللي قد نكون عم نشهد نهايته، لبنان المصرف، لبنان الفندق، لبنان السياحة، لبنان الملتقى الحضارات، ولبنان النموذج الجميل بالشرق الأوسط. ونأمل ما نخسر ولا شيء منهم يعني. هلا نحن خسرنا كل شيء. هلا يعني ما عرفنا ندير هيدي الأزمة وصار في مدن تانية بتمثل هيدي القيم. ما هو لبنان الجديد اللي بتعتقد إنه فينا هلا بالطبقة الموجودة المنتخبة فيها تأسسه؟ أنا بعتقد إنه عملية التغيير ما ممكن إلا تصير على دفعات. على دفعات، لأنه يعني الأحزاب الموجودة بالنهاية عندها صفة تمثيلية كمان، ما بدنا نغفل هيدا الشيء. بس أنا بظن أنه النظام السياسي بلبنان ولاد بطبعه بطبيعته للأزمات. ولاد مش من 69، ولاد من قبل حتى نشأة لبنان. هو هاي الباور شيرينج أرينجمنتس هيدي القائمة على فكرة يعني وجود شبكة زبائنية ريعية وطائفية بنفس الوقت، هيدي موجودة حتى من قبل ما يكون في لبنان، ولدت لنا أزمات متناسلة وبعدها لحد هلأ. نحن بنظام ولاد للأزمات، والأزمات كلها آخر شيء تترجم بجسم الإنسان بصحة الإنسان على خط إمبريس. لأمتى فينا نضلنا نضاين برأيك؟ وقدي إمكانية الصمود؟ يعني فيهم يلاقوا خطة اليوم سحرية ترجع كل شيء، بس يمكن الشعب اللبناني مش قادر يرجع يعيش أي نظام أي أزمة. مزبوط. اللي كتير بنسمعه على خط الحياة هو فقدان الأمل. في أوقات بنسأل العالم، تسألنا ليش العالم بطلت عم تنزل على الطرقات. نحن بنعرف أنه لما الشخص يجرب مرة واثنين وثلاثة وما يلاقي
شيء عم بيتحسن بحياته وبحياة القرايبين لما ما يلاقي الدواء وهيك. اولا بيصير ما بقى يجرب هيدي علميا، وثانيا بيصير كانه في تعب وفي انه اوكي ما زبطت مره واثنين ثلاثه، ليش بدي بعد كمل جرب. هون بيفقد الامل، ونحن بعتقد الامل هو الشيء الوحيد يمكن اللي بيتركنا صامدين واقفين على اجرينا. طبعا شغلتنا بامبريس هو انه لما حدا يتصل فينا نرجع نبني شوي امل، حتى لو بصيص امل صغير، بس هيدا هو. كثير من القصص الممارسات اللي رجعت لنا هلا دائما بنرجعها للحرب، انه نحن بنتصرف هيك لانه في جيل عاش 15 سنه حرب. برايك اليوم اللي عم نعيشه كيف رح يعني يبقى فينا وبنفسيتنا بعد 15 سنه او 10 سنين؟ جيل اللي اليوم يعني عم يفتح عيونه على هالأزمة، شو الممارسات اللي رح يعيشها أو العادات اللي رح تتغير عنده؟ هلأ ما ننسى هذا الجيل عايش عدة أشياء، عايش الكورونا، عايش الانفجار بيروت فأثرت عليه نفسياً وانصدم، كمان هو جاي من جيل عايش الحرب وتأثيرات هيدا الشيء بالتربية وتأثيراته على نفسيته، وعايش فقدان الأمل بالمستقبل. وفي كتير أشخاص بيقولوا لنا أنه حاسين محبوسين بالبلد، يعني مجبورين يبقوا كأنه حبس عايشينه بالبلد، وكتير نسمع أنه بده فل، أنه ما بقى في أمل وهيك. فأكيد رح يبقى أثر، لأنه نحن بنعرف، بس اللي ما بنحكيه واللي ما بنعبره بيبين، إن كان جسدياً أو بعوارض نفسية. فلهيك شعارنا هو أنه الحكي بيطول العمر. وشو يعني يعني شو اللي أكتر شيء عم ينفع بأنكم تراجعوا للناس الأمل؟ كل أكيد يعني أنتم بتعملوا اجتماعات، إنه شو الجملة، شو الابروتش، شو الطريقة اللي حسيتوا إنه فعلاً كان صداها إيجابي أكتر من غيره؟ هلا منظن إنه بكل إنسان في اللي بيبني الأمل عندي غير يمكن اللي بيبني أمل عندك. بس شو الأكتر شيء اليوم عم بيرجع هالأمل للمتصلين؟ هو بده يلاقي هدف معين يطمح له. أوقات إذا ما في هدف على بعيد بنجرب نركز على هدف قريب. بتعرفي لأنه واحدة من الأزمات الثانية إنه تعود الشعب اللبناني، وهذه واحدة من دراساتكم، على الحبوب المهدئة. هلا أسعارها تغيرت وبطلت بمتناول الكل، شو اللي عم بيلاقوا شيء معظم المتصلين فيكم ليهدوا حالهم؟ لسوء الحظ كمان بجمع صوتي مع صوتك، انه يعني كنا نحكي يعني عن ادمان مهدئات، بطل فينا نقول ادمان مهدئات. صراحه عم بيجونا كثير اتصالات اشخاص ما عم بتلاقي دواء، انه مش لعبه، لانه مثل واحد عنده مرض جسدي بده دواء القلب، حدا عنده مرض نفسي، واحد على اربعه من نحن، واحد على اربعه يعني هلا نحن هون ما بعرف كم شخص، شيء في ستة بيناتنا يا عنده مرض نفسي يا رح يواجه مرض نفسي بحياته، اللي هو مثل الحيلا يا مرض تاني. فوتقول لما حدا عنده مرض نفسي ما في دواء، او بيجربوا الاطباء يجربوا يقولوا له رجلج شوي، نزل لك العيار شوي ليضاينك اكثر العلبه، هيدا شيء مشكله كثير كبيره على 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 صعيد البلد وعلى صعيد الاشخاص اللي عم بيعانوا من مرض نفسي. ننتقل إلى المحور الثالث والأخير بالحلة الأولى من لبنان داون تاون أو لبنان تاون هول، وعنوان هالمحور كيف حنكفي. الحالة وصفناها، كيف وصلنا لهون سألنا، وهلأ السؤال الأهم، كيف رح من كفي؟ لبنان منه وحده بالعالم، دول تانية كمان بعيدة وقريبة، كبيرة وصغيرة، مرقت باللي نحن عم نمرق فيه وقدرت تطلع من أزماتها. منشوف هالتقرير. لبنان مش أول بلد بالعالم بيعاني من انهيار اقتصادي خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، ولو إنه حالته الخاصة بتسمح بالقول إنه مسار الأزمات وحلولها بالدول اللي عانت من أزمات مشابهة ما راح تكون متطابقة بطبيعة الحال. بين 1998 و2002 شهدت الأرجنتين ما يسمى بالكساد الكبير، نزل إثره نصف السكان إلى ما دون خط الفقر المحدد رسمياً، وتقلص حجم الاقتصاد بنحو 28%. أسقطت الحكومة بالشارع وتخلف البلد عن دفع ديونه، وفك ارتباط العملة المحلية بيزوس بالدولار.
سنة 2017 تخلفت الأرجنتين عن دفع ديونها مجدداً. بال2018 طلبت 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وخلال العام الماضي بدأ الاقتصاد يظهر مؤشرات إيجابية. عام 2007 بدأت أزمة اقتصادية طاحنة باليونان، هاجر إثرى مئات الآلاف من أصحاب الكافئات إلى الخارج. فاوضت البلد على هيركات على ديونها للمصارف الخاصة بنسبة 50% واضطرت تقترض مبالغ ضخمة من المال. اليونان بظل كل هالصعوبات لجأت للتعامل مع أزمتها للاتحاد الأوروبي. عام 2016 ونتيجة العقوبات الخارجية والقيود على حركة الأموال، شهدت فنزويلا بداية أزمة اقتصادية حادة. بحلول سنة 2021 كان حوالي 5,400,000 فنزويلي غادروا البلد، ومع وصول نسبة التضخم المفرط لأرقام قياسية حذفت فنزويلا من عملتها المدهورة 6 أصفار بتشرين الأول الماضي. أما زيمبابوي فقاربت نسبة التضخم فيها بحسب أرقام 2020 ل1,000%، قيمة المداخيل تبخرت وكذلك المدخرات. لكن بعد 3 سنين من الإصلاحات بدأ اقتصاد زيمبابوي يظهر بعض المؤشرات الإيجابية بالعام الحالي. الوضع بلبنان مختلف، لكن هل ممكن يتشابه مساره مع أي من الحالات المذكورة؟ أستاذ نزار، أدي وضعنا ممكن يكون متشابه أو ممكن يكون أسوأ من الدول اللي انذكرت، من فنزويلا لليونان؟ البنك الدولي بيقول انه الأزمة المالية بلبنان يمكن من أسوأ 3 أزمات عالمية لهلا، بس انا بعتقد انه في إمكانية للخروج منها، بس هيدا بيتطلب حل مالي مثل ما قلنا، ببلش من اقتطاع الديون الجائرة على الدولة اول شيء. بس حل مالي او حل سياسي؟ حل جديدة. ايه انتخابات نيابية، خيار الشعب، تجديد البيعة، من وين بتبلش؟ بدها تبلش من الناس، لازم تنزل على الشارع ترجع صراحة، لأنه الوضع الحالي لا يطمئن ولا يبشر بالخير. الانتخابات فكرة جيدة بهالوضع؟ يعني إذا صارت الانتخابات، إذا صارت الانتخابات هل من الجيد أن الناس تنتخب؟ أنا برأيي ضروري الناس تنتخب، وضروري يطلع مرشحين يحملوا هم الناس المعيشي، ويوصلوا البلد لمخرج من هذا المأزق. هيدا بده يعني، وكمان بده حل مع المصارف، ما عم نحكي انه شغله كسر رأس. عظم لا، او كسر راس، مش شغله عند شغلي، انه الوضع انسستينبل، غير مستدام، فلازم نوصل لحل. بس ما فينا الحل الحالي اللي هو فقط تحميل كلفه الازمه للناس والاقتصاد الكلي، لا، المصارف لازم تدفع ثمن الارباح الهائله اللي عملتها. تاني شغلة انه الدولة لازم تتحرر من الدين الهائل يلي كمان غير مستدام لمدة 30 سنة، ندفع بالسنة كنا 6 مليار دولار خدمة للدين. بدك تحرر الميزانية العامة لتقدر تستثمر بالقطاع المنتج، وعلى ضوءها بتبني. نعم، خليني ارجع لخطابات الشباب والمشتركين، وبعطي الكلام لمين هلا؟ جو عطية او جو بجاني. جو بجاني، العد العكسي بلش، تفضل. مساء الخير. درهم وقاية خير من قنطار علاج، مثل معروف ولكن للأسف قليل لنعرف قيمته إلا بعد فوات الأوان. اليوم بلبنان إلنا أكثر من 2 سنين عم نتخبط بأزمتنا المالية والاقتصادية، وعم نسعى جاهدين للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ولكن هذا الشيء ما في يكون إجراء وحيد، وما فينا نسعى بس لهذا الشيء، لأنه قشه ما رح تنقذ بلدنا، ومجرد قرض ما رح ينقذ البلد. كذلك الأمر، صندوق النقد ما رح يعطينا القرض مجرد طلبنا، إنما هذا القرض بده يترافق مع تحقيق شروط لحصولنا على هذا القرض، ومن أهم الشروط هي توحيد سعر صرف الدولار و تحريره. هل هذا الشيء متوفر حاليا مع كل هالأسعار بالأسواق الرسمية والأسواق الموازية؟ كذلك الأمر فيما يتعلق بالخسائر، هل نحن قادرين اليوم نتفق بلبنان على قيمة هذه الخسائر بين مصرف لبنان والحكومة؟ كذلك الأمر، هل القوى السياسية قادرة تتفق على توزيع هذه الخسائر؟ كمان هل نحن كدولة قادرين نعيد هيكلة القطاع العام المتعثر ونلاقي فرص عمل أخرى للموظفين؟ ختاماً،
هل حتنجح الحكومة الحالية مطرح ما فشلت الحكومة السابقة؟ شكرا جو. شكرا لك. مثل ميزان الجوهرجي على الصفر. ايه والله زبطت معه 100%. خطاب جديد و99 ثانية جديد للينا كنعان وموضوعها إعادة الثقة بالدولة. تفضلي لينا. مساء الخير. الثقة هي ركيزة أساسية بحياتنا وبعلاقاتنا، فكيف إذا عم بحكي اليوم عن الثقة بيننا كمواطنين وبين الدولة؟ هالثقة يلي صارت معدومة، هيدي العلاقة يلي بتتمثل بأنه يكون في توازن بين أنه ناخد حقوقنا، أو خليني أقول بشكل أوضح نستعيد حقوقنا، وبين أنه نعطي ثقة لنحس حالنا عن جد مننتمي للبلد. هيدي الثقة يلي اليوم بتخولنا نسأل المواطنين، هل نحن عنا وعي لحقوقنا بالوقت يلي حتى الحد الأدنى من المعيشة ما عنا إياه؟ يلي معاشنا بطل يكفي والحاجات الأساسية صرنا عم نتخلى عنها. في ناس حيكونوا عم شوفوني وعم يحضروني هلأ وعم بيقولوا ايه شو الوعي بده يحل الأزمة؟ شو الوعي رح يحل كل شيء؟ ممكن، بس هو كمان بداية حل لنشوف الأمور مثل ما هي ومين اللي وصلنا لهون، ولنشوف كيف رح يكون مستقبل وبأي وضع بدنا نكون عايشين. كمان تعودنا على مر سنين طويلة نسمع نفس الكلمات، وثقوا فينا، أعطونا فرصة كرمالكن كرمال هالبلد. ومن وقتها لليوم شو تغير؟ هيدي الأزمة اليوم هي فرصة، فرصة لأتوجه للحكومة وللشعب اللبناني، وثقوا فينا نحن الشباب، أعطونا المجال إنه نحاول نساعد البلد، ننهض بالبلد ونحن ننهض ولنخلي المعاش يعيش. شكرا. شكرا لك يا لينا. كمان لينا كيف زبطتها. الخطاب ما قبل الأخير الليلة مع حسين الحاج حسن، وسؤال كل بيت وكل مؤسسة وكل منزل وكل إذا بدكن دكانة بالجرد وعلى الساحل وبالجبل، كيف بدنا ندفي حالنا ببرد الشتاء؟ حسين تفضل. الأزمة في لبنان ليست أزمة قطاعات، الأزمة في لبنان هي أزمة نظام. النظام الطائفي اللي حاكم البلد أثبت فشل وعقم وعدم قدرة على إدارة القطاعات وعدم قدرة على إنتاج الحلول. عبر إنفاقه لسنين أكثر من 200 مليار دولار وصل الأمور لإنهيار، خلى المواطن اللبناني يفتقد لأدنى حقوقه المعيشية والإنسانية. خلونا نستفيد من الأزمة حتى تكون بوابة لإعادة رسم شكل نظام اقتصادي جديد بلبنان، لتحويل شكل النظام الاقتصادي وشكل النظام السياسي بلبنان. بوابة الحلول هي إصلاح النظام السياسي عبر إلغاء الطائفية السياسية بإجراء انتخابات لأعضاء المجلس النيابي بأوسع دوائر على قانون النسبة خارج القيد الطائفي. أما بالنسبة للقطاعات، أولاً الثروة النفطية، يجب إبعاد هذا الملف عن كل الكيديات والمناكفات السياسية والإسراع باستخراج هذه الثروة والاستفادة منها بمجال الطاقة. ثانياً مصرفياً، على الدولة اتخاذ إجراءات استثنائية بالنسبة لموضوع الدين وخدمة الدين اللي استنزف 72 مليار دولار ولا يزال يرتب أعباء على الخزينة. والأهم إصدار تشريعات وقوانين تضمن حقوق المودعين بحقوقهم بالودايع واسترجاعها، ودعم الصناعات المحلية ودعم الزراعة والحفاظ على المساحات الخضراء. والأهم هو وعي المواطن اللبناني، ومثل ما بيقول مارتن لوثر كينغ، علينا أن نتعلم أن نعيش معا كإخوة أو الفناء معا كأغبياء. والشعب اللبناني مش غبي ولا منقبل يكون غبي، وكل استقلال وانتم بخير. لك شو بفتح مجال أسئلة المشتركين أو بتجيبوا عليهم؟ رح نبالغ، خلينا نجاوب. جو بالجاني طرح يعني كمان موضوع من زاويته، شو ردك عليه؟ برجع بقول العملية بشموليتها وليس بموقع ما،
إذا ما نحل المشكلة المضبوط بدك تبلش من الأساس القاعدة السياسية. أي خطة من القاعدة السياسية من باب تغيير النظام أو من باب تغيير من الطبقة السياسية؟ تغيير القاعدة السياسية، نظام، منهج، نهج، هون الموضوع الأساسي. جاهزين نحكي بهذا الموضوع؟ بس خليني أقول، حتى لازار قال بدك political context تكون موجود. أنت بتعمل لأنه كل الإصلاحات، كل شو اسمه البرامج عم تنحط على شو؟ على البوتقة السياسية، الإصلاحات، معالجة الفجوة، معالجة النظام المالي وما إلى هنالك. إذا ما ركبت هالاثنين الأساسيات عبس تحاول. نعم. عبس بس نحن اليوم عم نعلم صندوق النقد شو بده يعمل، يعني عم نقرأ بالجرائد وعلى الشاشات انه عم نعلم صندوق النقد. خلينا نحكي ضمن الواقع، ضمن الواقع وليس ضمن باب الخطابات. الحديث مع صندوق النقد ماشي بمنهجية سليمة 100%. عندك فريق وزاري برأسه رئيس الحكومة، عضوية نائب رئيس الحكومة، وزير المال، وحاكم مصرف لبنان. لأول مرة في فريق متجانس بيحكي كلمة واحدة وبيحكي خطاب واحد وليس هناك عدة خطابات. وعم يتواصلوا مع صندوق النقد يوميا. صندوق النقد وصلوا إلى مرحلة هلأ بلشوا البحث بسموه discussions، كانوا بالقبل بالداتا. يوصلوا بعدين على النيغوسيشن. والحكومة مجتمع الأربع عم يجتمعوا ليقدروا يحطوا المنطلقات الأساسية لخطة النهوض. وأكيد مثل ما كانت عم تقول حيكون في كونسلتيشن مع كل الفرقاء. ما مثل ديك الحكومة يلي ما حدا عرف شيء إلى آخر النهار شافوا بسمو. في كونسلتيشن وبلشت مع عدة فرقاء. فإذا الموضوع تبع الـ IMF ماشي بالنهج الطبيعي لإله، مرتاح مثل ما هو من مش ما في مشي بيريحني الا ما اشوف لبنان اعاده نهضته. ولكن المسار سليم، في قياده وحده، في مشروع واحد. نعم. في 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 حكي رسمي بالموضوع وليس هناك 100 واحد بيحكي على الطريق. نعم. دكتور عياش، انت كمان عندك شايف انه الموضوع ماشي بالنهج السليم؟ انا وخاصه يعني ردا على لينا اللي حكت عن عوده الثقه بين الناس والحكومه والدوله. أنا سمعت شخصين بوثق فيهم كتير، هني الرئيس نجيب ميقاتي والوزير نقولها نحاس، بتصريحات تلفزيونية وصحفية قالوا إنه نحن وحدنا الأرقام. يعني وصار في وجهة. نعم. نظر وحدة بعد ما تعرف. نعم. لبنان كان وتقدم تالأرقام ومثل ما قال لك. نعم. يعني هذا فلذلك هما قضية الثقة. وأنا سمعت هلأ كلمة يمكن حضرتك ما بعرف مين أو أنت الحاج حسن انه يجب اصدار تشريعات لتضمن حقوق المودعين. حضرتك قلت هيدي؟ نعم. خي بصراحه لو بتعمل مليون تشريع في نسبه من الدولارات اللي مودعه بالمصارف وانحطت بمصرف لبنان ما عادت موجوده. يعني تم تثبيت سعر الصرف فيها. شو بدك تعمل وينين لحتى تعمل؟ الطريقة الوحيدة هي تعزيز الثقة بنظام لبنان السياسي وبالإدارة السياسية للدولة لحتى يرجعوا ناس جديد يبعثوا دولارات لهون لنعوض اللي راح. نعم. الجمعية المودعين هون ما بعرف شو رأيها بهذا الموضوع. لا، المشكلة الأساسية اليوم هي إنه مزبوط في خسارة، بس الخسارة مثلا مين يتحملها؟ مين يتحملها اليوم؟ بالأساس كانوا رح يحملوا مثلا المودعين الصغار 30%. إذا منشوف أول تقارير للـ IMF كانت حوالي 30%. اليوم عم نتحمل عبر التعاميم 151 و158 70-80% من أموال المودعين عم بتروح هدرا وعم نتحمل الكلفة الكبرى. اليوم السؤال، أي خطة مالية ما بتكون شفافة أول شيء بك تشوف الأرقام؟ نعم. ما بيكون في عدالة لتوزيع الكلفة، إنه المصارف الكبيرة أو حتى أصحاب اليوم المساهمين. بس اليوم المشكلة الكبرى علاقتنا بالمصارف يبدو. أنا بحب طمدح بكل هو اثنين السياسيين اللي عم بيغطوا المصارف. السياسيين المصارف 20 مليار دولار رايحين. ما في خطة، ما في خطة، طول بالك. راحوا المصر. طيب. بس أنا بأكد لك، بس خليني أكد لأنه هون في كلام خطير. إنه المودع الصغير
سيدفع الثمن. ومحمي. كيف محمي؟ هو محمي، محمي. ما عم بقول لك طاروا المصريين بالخطه، عم بقول لك الرسائل المصاري بالخطة. شو بيصير للمذيعين هلا بالخطه للسنتين اللي عم يدفعوا من انا كنت بحب نعمل البرنامج برنامج طاوله مستديره ونعمل نقاش، ما عندي غير برنامج فينا نكفي النقاش هونيك اذا بدكم. بس بما انه نحن بلبنان تاون هول الكلمه الاولى هي للشباب، ومين عباله مين مين مين؟ الياس، تفضل يا الياس. اوكي، أنا سؤالي لدكتور غسان. نعم. هلا بالفترة الأخيرة نجمة على الساحة كانت عم بتكون البطاقة التمويلية، وبعد ما شفنا كل الوزراء والنواب ولا جمعة عم تمرق إلا بيقولنا البطاقة التمويلية والبطاقة التمويلية، ولكن أنا كشاب ونحن كشباب ويمكن كشعب بطلنا نوثق بولا سياسة، لأنه كل شيء كانوا عم بيقولوه للأسف لقيناه إنه ما عم بيخدم مصلحة البلد. فهون خليني أسألك مش عن إيجابيات أكيد، عن سلبيات البطاقة التمويلية، يا ريت لو بنقدر نعرف. أنا بحب إذا بدك تعرف وين صارت البطاقة التمويلية، جير هالسؤال للمعالي الوزير نقوله نحاس، يعني هو بتابع بالدولة أكثر مني وبيعرف. بس اللي بعرف أنا إنه قبل ما تتشكل حكومة الرئيس مئاتي أو بالبدايات عملوا مؤتمر صحفي، كان في حكي كثير، عملوا مؤتمر صحفي بكرة، متفائل أكثر من اللازم على البطاقة التمويلية. البطاقة التمويلية بدها التمويل، يعني هذا شيء مهم كتير. كيف تعمل بطاقة تمويلية بدون تمويل؟ فأنا ما بعرف شو صار. أنا بضم صوتي لصوتك بنسأل معالي الوزير. ولا ما حدا بيعرف شو صار، بعتقد خلينا نكفي مع شو بدك كفي شيء. أنا كان قصدي سيئات، ويمكن أنا كسيئات بقدر شوفها إنه هي هلا إذا إجت وإذا قدرتوا تأمنوا التمويل، إذا قدروا بالأحلى يأمنوا التمويل، هي حتكون لتجيش الشعب نحو الانتخابات، مثل ما عم نقول إذا كمان صارت الانتخابات طبعا. رح نروح نعطيها جحدة من مصرياتهم، يمكن جحدهم إياها حتى نخليهم يرجعوا يصوتوا لنا، وكمان حتى نضلنا مثل ما كنا ماشيين من قبل على نفس القطاع، ونرجع ندعم البنوك وندعم هدول لنفس المصالح. نعم. واللي هن المسؤولين على البنوك يمكن السياسية كانوا بنفس الوقت أو قريبينهم. شو رأيكم باللي عم بيقولوا الياس؟ موافقين؟ شو تفضل استاذ الاولى، حتى كمان استاذ عياش، انه قالوا حق الشعب، الشعب هن المسؤولين، واكيد علينا مسؤولين، ما بنقول لا، بس بالنهايه اذا السياسيين ماشيين بسياسه التجويع، نحن على اي اساس المفروض انه ننهض ونقوم؟ حتى نحن كشباب اليوم يعني في lack of awareness، حتى لو كان في او هالتوعيه الكافيه، بالنهايه شو قادرين فعليا نعمل غير انه بس نتوعى؟ فبالنهايه في ازمه عن جد كثير كبيره بخصوص هي. حدا اهلكم او حدا بتعرفوه عنده مؤسسه صغيره وهلا متعسر مش عارف كيف بده يطلع منها، ممكن كمان تاخده؟ انا بس بدي علق على اللي قاله، عم تحكي بهدوء ديسكشن من فيز لفيز، والناس عم تجوع، ليترلي الناس عم تجوع، انا ما قدرت كفي قصه. هيك فينا نعجل هذا، بس هذا اصول الاصول المحادثات بتقعدوا هيك بهالرواق، والناس ليترلي على الطريق، انزلوا على السوق، امشوا، فوتوا، قعدوا بالمحل معي، قعدوا بالصيدلية وشوفوا. طيب خليني نعم. بس قلها على البطاقة التمويلية، أنا لازم يعرفوا. يلا خلينا نسمع بعد شوي أصوات، تفضلي. دكتور ربيع. أستاذ ربيع، أنت حكيت عن المساءلة، وكنت عم تضوي علي إنه عم توجه للشعب أو لا، فهيك لهيك أنا سؤالي عن الأزمة الاقتصادية، اليوم عارفين إنه الدولة ما عم تقدر تلاقي حل. برأيك كيف نحن كشباب مواطنين قادرين انه نكون عم نساعد بهالموضوع، لنكون عم نسرع عملية الحل وكل هيدول الأشياء؟ هلا نحن بدنا يكون عنا هيك مثل إقرار إذا بدك انه الأزمة مطولة، يعني في مصاري تبخرت. قديه برأيك مطولة؟ قديه بتتوقع مطولة؟ التقديرات متفاوتة، وحسب كمان الأداء، أداء الحكومة الحالية أو يمكن اللي بعدها، حسب الظروف الإقليمية كمان قديش حتكون مساعدة أو غير مساعدة، حسب إذا في إرادة دولية بمد يد المساعدة، ففي كتير عوامل كمان يعني في variables، في متغيرات، عوامل متغيرة كتير بتأثر على هذا الشيء. بس بالعودة للسؤال، شو اللي نحن نقدر نعمله؟ أول شيء صوت بصندوق الانتخابات، هذا أول شيء نحن نقدر نعمله. طبعا بدي اقول شغلي بس كمان، لانه كثير في هيك مثل يعني انبهار بفكره التغيير من دون يمكن الالمام بمقتضياته، دائما التغيير مش معناته انه يتغيروا الاشخاص بس، التغيير يعني انه في بنى لازم تتغير، في ستراكشرز، في علاقات قوه بدها تتغير، في باور ريليشنز،
في محاسبة بدها تتفعل، أجهزة محاسبة ورقابة بدها تتفعل، في فصل بين السلطات بده كمان يكون خائن. فالعملية منع عملية تغيير أشخاص، لأنه الشخص نفسه ممكن يجي محله حدا تاني يستفيد من نفس المميزات اللي كان عنده إياها. هيدي شغلة كتير مهمة كمان أنه نحن نعالى. وكمان بس آخر شغلة لو سمحت زفان، وقت ما بلشت الانتفاضة من وقتها لهلا صرنا سنتين وشوي، نحن كثير كمان كان في هيدا الولع بفكرة الثورة. اللي صار صار انتفاضة شعبية أكيد، وكان في يعني تفاوت بالمراحل اللي هذا، بس حقيقة اللي صار يعني شيلونا من التسميات، أنه هو التسمية العملية الفعلية مش يعني. بس مش هون الموضوع، هو أنه مش كل حدا بيوصف حاله أنه ثوري هو بالضرورة تغييري. نعم. الثورات المضادة بتجي لابسة قناع ثورة. نعم. ننتبه لها كمان هاي الشغله. ومش الثورة يعني مش كل حدا عمل جروب على الواتساب صار قائد ثورة يعني كمان بعتقد هيدي. مين عنده أسئلة؟ حسين. بونسوار، بدي وجه سؤالي للأستاذ الأولى نحاس، معالي الوزير السابق سعادة النايب. نحن ببعلبك الهرمل أقل كلفة تدفئة لأي بيت هي عبارة عن 4-5 ملايين ليرة شهرياً، يلي هن 7-8 مرات الحد الأدنى للأجور. وبحسب تقرير الإسكوا اللي شفنا ريبورت عنه من شوي، أنه 49% من عائلات بعلبك الهرمل يعانون من الفقر المدقع. ولما نقول بعلبك الهرمل يعني سهل البقاع، يلي كان أهراءات روما لمنطقة الشرق بعهد الإمبراطورية الرومانية. اليوم بظل كل هيدا الكم والعدد الكبير من المحللين والاقتصاديين والمصرفيين أصحاب الرؤية، ليش منشغل على تحويل القطاع، يعني قطاع اقتصاد قائم على القطاع المصرفي وعلى أموال المغتربين، شيء معروف أنه متوقع أنه يهر أو يفرط، ليش منشغل على قطاعات إنتاجية؟ ومين المسؤول عن تغييب دور الزراعة بالإنتاج الوطني، بحيث إنه إلا دور ممكن يفوق موضوع الأمن الغذائي والاستفادة من عائدات هائلة عبر زراعات مثل زراعة الزعفران وغيرها. نعم. يعني هذا الموضوع جوابنا هذيك الساعة. موضوع أنت بتعرف كم في دراسات وخطط وضعت بلبنان من 2000 لليوم، شي 8 معمولة بتكامل كل، وآخرة تبع ماكنزي، صح ام لا؟ كم وحدة تنفذت؟ ولا وحدة. كم بند من أصغر وحدة؟ ولا بند. برجع على الموضوع الأساسي، الحكومة بلبنان بس تطلع المرسومة منهجيتها بتروح بمية طريق، كل وزير بيفتح حكومه لحاله، الاداره تبعه مش تبعت له، المستشارين هن يديبه. مش هناك لما بتحط خطه او بتحط سياسه ما بتطبق تامين المصالح. انا مش ما معطي عذر، بس عم وصف توصيف دقيق، لانه الزراعه بلبنان وانت بتعرف جاي من منطقه، ومثل ما قلت هي اهراءات روما، لو في تنسيق اجت. أنا بعرف لأني عشت الموضوع لما كنت عم اهتم بصناعة الحليب. في دعم من الأمم من الاتحاد الأوروبي لصناعة لتربية المواشي وزراعة المواد اللي بالطعمة مخيف. 3500 بقرة ما ضل منهم ولا وحدة، راحوا ذبحوا ونبيعوا لحم. في شيء اسمه عدم دراية بالموضوع وعدم قدرة على النقل من مرحلة إلى مرحلة. شكرا لك أستاذ نقولة. تفضلي. نعم، أنا حابب أسأل أستاذ عياش سؤال. في حال تقدمت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووصلت لنتيجة، ولكن فرض صندوق النقد علينا إجراءات تكشفية، وبظل الاقتصاد المنكمش يلي عنا بفعل انخفاض الاستهلاك وانخفاض القدرة الشرائية وغيرها من الأمور، كيف فينا نوفق بين إجراءات تكشفية واقتصاد منكمش؟ شكرا لك جول. يس، كان عندك سؤال شي كمان من وراء فكرت أنت بدك تسأل دكتور عياش. سؤالك لدكتور عياش. أنا يلي بقوله أنه
في شغله بدنا نتعودها، بانه نحن بدنا نفوت بمرحله صعبه كثير، يعني اجراءات تقشفيه معناتها صعوبه، بس بده يكون في التزام بالاصلاح، بده يكون في التزام بالطريق الصحيح لحتى نوصل لنتيجه. وهون انا بدي اذا بتسمح لي يعني تعطيني فرصه بس، لانه انذكرت كثير انه انا حطيت حق على الشعب. انا اللي عم بقوله انه الشعب بطبعه هو ما بيوافق على الاجراءات الصعبه طبعا والمتقشفه، ما بده، بس الحق هو على الطبقه السياسيه اللي ما عندها الشجاعه انها تقود المجتمع بالاتجاه الصحيح. هلا اذا كان عندهم شجاعه بيطبقوا الاصلاح مثل ما هو، بنمرق بكم سنه صعبين كتير بعدين بيمشي الحال. نعم ست أسمهان، بهذه الفترة الصعبة شو نصيحتك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذكرت أنه اقتصادنا اللبناني قائم على هالمؤسسات؟ صحيح. نصيحتي وسمعها قبل مني الدكتور نجار، أنه أنا قلت أنه 91% هن شركات متوسطة وصغيرة، 70% منهم بيشتغلوا بدون ما يكونوا مسجلين رسميا. انفورمال. ايه بنعطيهم بالعربي. فهودي اذا ما انعطوا جريس بيريود، دعم او فتره سماح لحتى يتسجلوا، والتاكسس تبعوا الضرائب تبعولهم تكون غير الضرائب اللي تفرض على الشركات الكبيرة، ضمان الاجتماعي يكون نسبته غير الضمان اللي يفرض على المؤسسات الكبيرة، ما راح يقدروا يرجعوا ولا يقدر. وتصور انت اذا 70% رجعوا تسجلوا بالدولة والقطاع ورسميا، قديه بدها تستفيد منهم الدولة. هيدي اولا. ثانيا اللي بدي اقوله انه مثل ما قال الأستاذ عياش، إنه نحن في بدنا ندفع فاتورة التقشف، وفاتورة هاي بدها تمرق على كل المؤسسات وكل الشركات وعلى كل المواطنين. بس يا ترى هي هاي المنظومة نفسها بدها تطبق التقشف، وهي نفسها اللي يعني مثل نفس الشيء اللي قلنا بين الحرب وما بعد الحرب، هل هن ذاتهم فيهم يصنعوا سلام؟ واليوم عم نقول هل هن ذاتهم فيهم يصنعوا مرحلة ما بعد لبنان اللي بنعرفه؟ كلمة بدي زيد تفضلي تشجيعية للي عم بيقولوا انه ما في فرص عمل ولا في افكار جديدة بالبلد ولا قدرانين يشتغلوا بشيء. هذا الحكي مش دقيق ابدا. تعرفوا قديه في قصص لازم ينشغل عليها بهاي البلد، منها إدارة الزبالة، منها تنظيف المياه المجوية الآسنة بالأنهر، منها الانرجي الالترناتيف انرجي، في الطاقة البديلة، الأشغال، الأفكار كثيرة، بس انتو بدكم تعملوا البحث اللازم، والبلد بلاكن ما بيقدر يكفي. مين نبيلة على السريع تفضلي. كنت بدي اتوجه بالسؤال لمدام أسمهان. فعليا اكيد اليوم في كتير طاقة واهتمام كبير بالشباب، خاصة من قبل الـ NGOs، انه عم بمدون بتمويل طبعا وبإنجاز. نعم. اكيد. نعم. حتى أنا من شهر كنت مشاركة بدورة بتتخصص بدعم المشاريع الصغيرة اللي خاصة بالصحة النفسية، مثل لأنه الموضوع كتير مهم اليوم، يعني حديث الساعة مثل ما بقوله. السؤال هو هل من ضمن الحلول المفروض أنه الجهات المانحة تهتم أنها تساعد المشاريع اللي سكرت أو البزنسز اللي خلصوا طبعاً. بدل ما أنه نفكر أنه نشجع على أشياء جديدة، يعني شو الأولوية اليوم؟ في مشروع هلأ قائم عمي يدفعوا مولو البنك الدولي اليونايتد نيشنز واليوروبيان كوميونيتي، واللي هلا عم يهتم بالمنطقه اللي تفجرت بالمرفأ. بعد ما نخلص هاي المنطقه رح ننتقل اللي حيغطي كل لبنان. صحيح. واللي هو عنده كثير بيلرز. نعم. اهم شيء واول بيلر هو المصداقيه والشفافيه، فمين بده يطبقهم هول؟ شكرا لك. ما بدي يبقى موضوع البطاقة التمويلية عالي، يعني شو التوضيح اللي كان قبل شوي نسينا نقوله؟ لا، البطاقة التمويلية هي بالقانون طلعت تتمول بالأساس من الموازنة، وإذا ما من الموازنة بقروض معينة. لما إجت عم تندرس بالموازنة بتعمل عجز كبير، والـ IMF ما بيقبل بهالعجز اللي بده يطلع.
الحكومة أخذت قرار وبعثت مكتوب للبنك الدولي، كان في مشروع قبل أن تتاخذ من أحد مشاريع البنك الدولي اللي ما عم تتنفس، بس لأسباب إحنا راح مكتوب راح تمشي أو ما راح تمشي اليوم؟ مكتوب من أسبوع للبنك الدولي وهو موافق مبدئيا، بس هذا بده وقت لأنه يمول ليغطي حوالي 500,000 عائلة. حاليا في 4 برامج، برامج الأول في هبة من الاتحاد الأوروبي 75,000 عائلة، في مشروع الـ ESSN من البنك الدولي تقريبا هيدا بده بنص ديسمبر بده يبلش التسجيل فيها الجمعة الأسبوع الجاي، هيدا بيتنفذ وبيندفع يمكن بأول السنة، ومشروع البطاقة التمويلية بيروح يمكن لإدار أو لنيسان، بس هدول واقعيين موجودين بتوقع عشر شهر يعني شهر البطاقة التمويلية أكثر بس يعني الاساسين بعد الانتخابات لا قبل الانتخابات قبل الانتخابات يعني دغري بس كانه عم بدي اقول كانه عم لا لا بدي اقول كانه عم تتوقع لتجي مع الانتخابات بدي اقول الحقيقه مزبطين على الانتخابات بمصداقية كبيرة جدا ما حدا بيقدر يتدخل بتقييم مين بيطلع له ما بيطلع له المشروع عم ينعمل بشفافيه وبمراقبه من البنك الدولي بطريقة مثل ما نعمل موضوع البطاعة الفاكسينيشن نفس البلاتفورم بأكد لكم أنه هيدي ما ممكن حدا يدخل أستاذ ريف قلنا الشركات الصغيرة والمتوسطة لازم تعمل شيء لأنه أدمين على مرحلة صعبة مش رح تنحل بعصا سحرية هالمرة الناس على المستوى الفردي شو نصيحتك لألهم يهتموا بحالهم وبصحتهم النفسية كيف؟ بأشياء يقدروا يعملوها يوميا مثل اللي قادرين عليها يعني يقدروا يعملوا عليها كنترول يلهوا حالهم يعني بقصص لا يهتموا بحالهم سيلف كير يهتموا بحالهم كل يوم اكيد مش اشياء بدها كتير مصاري ودفع اشياء صغيره او شيء نظموا اكلهم ونومهم يعملوا اشياء صغيره يضلهم متواصلين يتواصلوا مع بعض ويدعموا بعض نفسيا يعني نحن معروفين بدعمنا النفسي لبعض اذا متضايقين يتصلوا بال15 64 نعم. وهيك بنوصل إلى نهاية خطابات الليلة ومسك الختام رح يكون مع أصغر مشتركة معنا بالحلقة الأولى روان إبراهيم ست أسمهان كانت عم تسأل ليه بعد ما حكت روان هلأ حكت روان تفضلي فشل على صعيد كل القطاعات عايشين شلل بنيوي اقتصادي وسياسي واجتماعي كيف وصلنا لهون؟ سياسات خاطئة خلل بالخطط الاقتصادية عدم تجانس وفساد الفساد من وين جاي؟ إحدى ركائزه المحاصصة والمحاصصة عشو مبنية؟ على الطائفية والطائفية مصدرة أحزاب ربطت الطوائف والأديان بمنهجها السياسية وعطلت القطاعات العامة والإصلاحات الاقتصادية لتبقى المنقذ الوحيد للمواطن بأوقات الشدة هلأ إذا بدنا ننهض ما فينا نضل متكلين على قطاع واحد بالنهاية الدولة قايمة على اقتصاد ومجتمع وسياسة ليكون الاقتصاد ناجح ما فيكون مبني قصراً على قطاع واحد وليكون السياسات والخطط بتلبي حاجات المواطنين ما في بدها تعكس هوية المجتمع هيدا الشيء مش ممكن يصير إلا إذا كان المجتمع متجانس مش يعني مجتمع عنده فكرة وحدة ورؤية وحدة يعني مجتمع وإن نكون كل واحد منا قادرين نتخلى عن الأنا لمصلحة النحن بعرف شفنا الحلول وبعرف صعبة نحكي بهالأوضاع عن أمل وإيجابية بس اليأس ما بحياته بين الدولة أخيراً هيدي الأزمة مش نهايتنا هي بداية وعي اجتماعي واقتصادي جديد قادر يعمر بلد بحد ذاته شكراً شكراً لألك روان مع الأسف بطل في وقت تسألي أو حدا يسألك شيء بس إذا بدي أعطيك هيك فرصة الفرصة الأخيرة تسألي حدا من ضيوفنا سؤال أو أنت تقولي فكرة تانية مين تختاري شو السؤال أنا بقول فكرة بسيطة قبل ما وجه سؤالي لأستاذ ربيع طالما عنا فكر وقدرين نفكر بحرية وطالما عنا صوت وقلم فينا نستمر وانت قد ايه فيك تستمر بهذا الوضع؟ لأنه عم يحكوا انه مطاولين بتعرف في مقولة بتقول قوس رح تقوس رح تقتلني بس أنا مجرد إنسان بس الفكر قائم
طالما في عنا دعاة تغيير وأفكار قائمة نعم إن شاء الله مستمرين. وشو سؤالك للأستاذ ربي دكتور ربيع؟ حضرتك حكيت بالمحور الثاني إنه القطاع المصرفي مفلس. عادة البنوك تشتغل على ترقيع صورتها لتبين دايما بصورة منيحة وتجذب رؤوس الأموال، عكس مصارف لبنان كل شيء عم تعمله هي انه ما معنا مصاري وخسائرنا ما بتسمح لنا نرد لكم مصرياتكم. ليش لليوم ما اعلنت افلاسها؟ شكرا لك روان. ميرسي. بعتقد هذا سؤال بده حلقه لحاله. كان فينا نبلش فيه الحلقه. يمكن كان فينا نبلش فيه الحلقه. وبعتقد كمان يمكن مع الوزير قادر يجاوب هذا السؤال اكثر مني، ليش ما اعلنت افلاسها؟ انا برايي يعني بالاخر في مصالح متشابكة بتستوجب كانت إنه توزيع أعباء الخسائر يكون على هيدا النحو. نعم. بمعنى إنه صغار المودعين يتحملوا الكلفة الأكبر من الخسائر اللي إحنا كبلد أو كاقتصاد تعرضنا لها، بينما القلة المحظية والمتنفذة تكون خسائرها أقل. نعم. مع كل هالأمل وكل هالحلول وكل الأفكار اللي جربنا نختم فيها حالة الليلة، بيبقى في ساعة عم بتك مثل ساعة للتسعة وتسعين ثانية اللي اختبرناها مع المشتركين الليلة. بشكر ضيوفي بهذه الحلقة على سعد صدرون، بشكر المشتركين الشباب والصبايا، وشكرا لوسائل الإعلام اللي تابعتنا بهالحلقة لنقدر نوصل فعلا أصوات الشباب لكل بيت. بشكر متابعتكم وإلى اللقاء الشهر المقبل بالحلقة الثانية من لبنان تاون هول.